مين هيدرب المنتخب الفترة اللي جاية؟ هتختار بالاسم اللي بتحبه ولا بمهمات محددة ولا بمشروع لسنين؟ في كل مرة بنختار مدرب للمنتخب ما بنفكرش احنا بنختاره ليه، غالبا بنختار الاسم او السي في وبنطلب منه مهمات محددة عملها هيكمل، ما عملهاش هيمشي، بس فكرة المشروع مش بتبقى موجودة، فكرة المعايير مش بتبقى موجودة. والمعايير يعني هو انا عايزه يكون بيلعب هجومي ولا دفاعي، بيعتمد على شباب ولا خبرات، عنده خبرات أفريقية ولا مش لازم، عنده خبرات أصلا ولا مشروع مدرب جديد ناخد معاه مخاطرة محسوبة. الحوار كله بيتوقف عند هنجيب مصري ولا أجنبي، الميزانية بتاعتنا تسمح ولا لأ، عايزين نوفر ولا عايزين ندفع، طيب عايزينه المدة ولا لمهمة، كلها معايير ما حطيناهاش قبل كده والنتيجة دايما أو غالبا بتبقى واحدة. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده خلاص صحينا بعد صدمه امبارح، بعد الزعل امبارح، بعد النكد امبارح، وقلت لكم هتعدي علينا الليله دي صعبه اكيد، بس لازم من تاني يوم نفكر احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اللي جاي؟ هنعمل ايه عشان ما نزعلش تاني؟ هو كده كده في الكوره هنزعل كتير وهنفرح كتير، دي الكوره دي الرياضه عامه. بس هنعمل ايه عشان نبقى واقفين على رجلينا في كل المباريات؟ هنعمل ايه عشان نبقى عندنا منتخب قوي زي منتخبات كتيره في القاره ومنتخبات كتيره عالميه؟ هنعمل ايه؟ اول حاجه من الحاجات اللي هنعمل فيها ايه هي المدير الفني القادم لمنتخب مصر. بسرعه لازم نفكر، بسرعه لازم نشوف مين اللي هيدربنا. احنا عندنا تصفيات لكاس الامم 2023 والبطوله في اول 2023، يعني احنا بنتكلم في اقل من سنه هيبقى في بطوله افريقيه. مين المدرب اللي هيجي؟ عايزين منه ايه؟ ما يبقاش الكلام مختصر على فكره ما نجيب مدرب بقى محلي المره دي، ايه الفرق بين المحلي والاجنبي؟ لا عايزين اجنبي عشان هو اللي بيعرف يتعامل مع اللاعب المصري، لا طب ما هو في مدربين محليين، هي الحكايه مش كده. حط لسته من عده اسماء فيها محليين واجانب، فيها مدربين خبرات ومدربين مش خبرات، فيها مدربين اشتغلوا في القاره الافريقيه وما فيهاش مدربين اشتغلوا من القاره الافريقيه، فيها مدربين اسلوبهم او طريقه لعبهم فيها تحفظ دفاعي، في مدربين تانية بياخدوا المخاطرات الهجوميه. معايير الاول تحطها، ومع المعايير دي تحط اسماء وتشوف الاسماء اللي انت حاططها دي تليق على المعايير اللي انت حاططها دي ولا لا. ببساطه شديده احنا كل مره مع اي مدرب للمنتخب بيمشي نلف نفس اللفه، ما تيجي بقى النهارده نجرب فلان، ما تيجي المره دي نجيب علان، ما تيجي المره دي ما نشتغلش بالطريقه الفلانيه. فكره الاسماء، لا مش اسماء، مش اسماء، عشان الناس النهارده على السوشيال ميديا خناقت اللي هو ايه حسام حسن، نرجع الكابتن حسن شحاته، لا الكابتن حسام البدري كان محتاج ياخد فرصه تاني، لا طب تعالوا نروح نجيب بقى مدرب، نرجع كوبر، طب ما نرجع برادلي، طب ما نجيب. هي قصه مش اي اسم من الاسماء دي ما تنفعش، هي الفكره انه احنا عايزين ايه من المدرب المنتخب اللي جاي. بالظبط كده زي لما حضرتك تبقى في شركتك او في مصنعك او في السوبر ماركت بتاعك او في ورشتك او اي مكان بتشتغل فيه، بتيجي تقول انا عايز واحد يجي يشتغل معايا يكون بيعرف يعمل 1 2 3 4 5،
بعد كده تبدأ تشوف من كذا واحد مين فيهم بيعرف يعمل الخمسة، مين فيهم بيعرف يعمل أربعة، مين فيهم بيعرف يعمل ثلاثة، ببساطة شديدة، بدل ما نقعد كلنا نتناحر على مين اللي يبقى مدرب منتخب مصر القادم. أنا هقول لحضراتكم معلومة واسمحوا لي أقول رأيي لو تسمحوا يعني. المعلومة إنه في عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة رأيهم إنه يبقى في عقد جديد مع كارلوس كيروش المدير الفني اللي انتهى عقده مع نهاية تصفيات كأس العالم لمنتخب مصر. وفي أنا بكلمك في حوالي خمس أعضاء. خمس أعضاء في اتحاد الكرة بيميلوا لفكرة إن كارلوس كيروش يكمل مع منتخب مصر، وده تفاوض جديد وعقد جديد لو كارلوس كيروش مش أو فضل مع منتخب مصر، عشان ده عقد جديد تماما. كارلوس كيروش قبل ما أقول لك رأيي يعني، هو مدرب جه مصر في سبتمبر الماضي، قعد معانا ست شهور. وأنا هنا مش ناوي أقول لك النهارده إذا كان هو مدرب كويس ولا مدرب مش كويس. ليه؟ عشان رأيي مسجل. وأنا قبل الماتش بتاع السنغال قبلها بيوم كنت هنا وقلت، عشان يبقى اسمي قلت رأيي ما استناش النتيجة، رأيي إن الراجل ده مدرب كويس جدا، رأيي إنه مدرب جيد لمنتخب مصر. بس ده رأيي، احنا دلوقتي مش في وقت الآراء بالمناسبة. شوف أنا بقولك هو ده رأيي، يعني هبقى مبسوط لو كارلوس كيروش كمل مع منتخب مصر، وانت مش هتبقى مبسوط ممكن. يعني في واحد يبقى قدامي دلوقتي بيسمعني يقول لي لا انا مش هبقى مبسوط، حقك. في واحد يجي مدرب لمنتخب مصر، لما هيجي مدرب منتخب مصر غير كارلوس كيروش كلنا هنبقى مبسوطين، هندعمه ونسنده. بس دلوقتي ممكن انا يبقى عندي راي في كارلوس كيروش انه يكمل، وانت تقول لا عكسه، ويبقى عندك اسانيدك وافكارك وانا عندي اسانيدي وافكاري. بس المهم ان انا رايي ورايك هو مجرد راي، مجرد راي. اتحاد الكوره ما يبقاش راي، يعني حتى الخمسه او السته اللي موجودين في اعضاء اتحاد الكوره دلوقتي اللي بيأيدوا فكره ان كارلوس كيروش يكمل، الموضوع ما يبقاش راي. هو انت لو حبيت كارلوس كيروش يكمل مع منتخب مصر ليه؟ شايف ايه؟ شفت ايه في الفتره اللي فاتت حابب انه يكمل؟ شفت ايه سلبيات شايف انه ممكن يعالجها؟ شفت ايه ايجابيات ممكن يطورها اكتر؟ ده اتحاد الكرة اللي يعمله، ده اتحاد الكرة اللي يعمله، كلنا هنمشي وراه بس المعايير. يعني ما انا بقول لك اهو، لو كارلوس كيروش بقى هبقى مبسوط، لو مشي وجي واحد تاني بمعايير هبقى مبسوط ببساطة شديدة. عشان لما بنتكلم على منتخب مصر فاحنا كلنا بنحب منتخب مصر وكلنا عايزين مصلحة منتخب مصر. دي كورة، والكورة فيها آراء، فيها مليون رأي. أنا بقول لك في ناس عايزة ترجع كوبر اللي أنت ممكن ما تكونش بتحبه، في واحد ما بيبقاش حبه وواحد حبه، يعني حابب شغله مع منتخب مصر. في واحد تاني عايز يرجع برادلي، في واحد تالت يقول لك طب ليه المعلم حسن شحاتة ما يرجعش تاني، في واحد آخر يقول لك أصل حسام بدري ممكن ما يكونش خد فترة كفاية فممكن يرجع. كل واحد حر في رأيه، أدام بيقول رأيه ده حبا في منتخب مصر ومصلحة منتخب مصر. بس الأهم إنه يبقى فيه معايير. الراجل ده كارلوس كيروش في ست شهور مع منتخب مصر وصل نهائي كأس الأمم الأفريقية، وصل لآخر مرحلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وواجه أقوى منتخب في القارة في خلال قد إيه؟ ست شهور. في ست شهور هو كسب مثلا يعني أنطونيو كونسيساو المدير الفني للكاميرون اللي موجود من سبتمبر 2019 مع كاميرون، ومشي بعد الخسارة من مصر. فاز على باتريس بوميل مدير فني كوت ديفوار اللي موجود من مارس 2020، يعني بقاله سنتين، وكسبه في كاس الامم الافريقيه. تمام، فاز على وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب اللي موجود من 2019، يعني من 3 سنين. خسر من مين؟ خسر من اليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي اللي موجود من يناير 2015، يعني من 7 سنين. من 7 سنين. ده معناه ايه؟ ببساطه كارلوس كيروش اللي موجود من سبتمبر الماضي 2021، يعني من 6 شهور بس. في بعض الناس مش واخده بالها ان المدرب ده بقاله 6 شهور بس، وانا دلوقتي اللي بقوله لك ده ما تحطهوش او ما تفكرش هو كريم مثلا بيزكي كارلوس كيروش عشان يفضل مع منتخب مصر. لا، هو حتى هذه اللحظه الراجل مشي خلاص. فانا بتكلم على واحد مشي، ما اعرفش بقى اتحاد الكره هيعمل ايه،
وزي ما قلت لك لو اتحاد الكره ممكن يجيب اسمه بكره احسن من كارلوس كروش، انا ما اعرفش، انا بس بتكلم على الحاله اللي كانت معانا، الحاله اللي... وهقول لك كان عنده اخطاء، بس لازم نحط في اعتبارنا ان الراجل ده ست شهور وصل لنهائي كاس الامم الافريقيه، وصل لاخر مرحله في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم، وخسر من اقوى منتخب في القاره الافريقيه، ما خسرش من منتخب ضعيف زي ايطاليا مثلا اللي خسرت من مقدونيا، وابقت على مانشيني، ايطاليا ابقت على روبرتو مانشيني اللي ما صعدش ايطاليا لكاس العالم بعد ما خسر من مين؟ من مقدونيا. بس هم شايفين انه في خطه هو لازم يكملها مانشيني. راي الراجل ده في الست شهور لما تيجي توقع مع اي مدير فني في اي حته في العالم تقول له انا عايزك توصلني لنهائي البطوله الفلانيه، يعني مثلا لو هتعاقد مع مدرب لالمانيا هقول له انا عايزك توصلني لنهائي كاس العالم، ده التارجت بتاعك، بس ما اقدرش اقول له كسبني كاس العالم، ما اقدرش اقول له كسبني ليه؟ ما انا مش بلعب لوحدي، ما هو اللي هيوصل نهائي كاس العالم او نهائي بطوله اوروبا او نهائي كاس افريقيا هو هيلعب مع منتخب كبير جدا، يعني نسبه الفوز 50-50، وبالتالي انت خلاص انت وصلت للمهمه بتاعتك اللي هو نهائي البطوله، وده حصل في تصفيات النهائيه، وصل قدام السنغال لاخر مرحله اللي هي ضربات الترجيح، وده حصل. طيب ايه اللي مضايقنا من كارلوس كيروش؟ اداؤه دفاعي ممل، احنا منتخبنا يلعب اداء هجومي احسن من كده، احنا منتخب مصر المفروض يلعب اداء هجومي افضل من كده. طيب انا النهارده هتكلم معاكم بسرد بسيط كده لتاريخنا، تاريخ الكره المصريه وانجازاتها العظيمه، وهي المنتخب او هو المنتخب الاعظم في الكره الافريقيه بحكم البطولات العظيمه. في كاس الامم الافريقيه احنا كسبنا بطوله 57 و59، وقتها كان في 3 منتخبات بس اللي بيشاركوا، مصر والسودان واثيوبيا، بس بطولتين تاريخيتين لمصر لا تقليل منهم اطلاقا، بس انا بكلمك على حجم المنافسات. يعني جينا في 86 عملنا بطولة عظيمة جدا وكسبنا هذه البطولة وسط جماهير عظيمة، جماهير الكرة المصرية في البطولة اللي أقيمت في مصر. جينا في بطولة 98 وإحنا رايحين ناخد البطولة كان اتقال للكابتن الجوري أو جو كابتن جوري كابتن محمود الجوري الراحل العظيم أعظم مدرب في تاريخ مصر، يعني أو واحد من أعظم المدربين طبعا، عشان الكابتن حسن شحاتة كمان واحد من أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية. كابتن محمود الجوري هو رايح قال لهم انا هاخد المركز ال 13 في هذه البطوله. راح وكسب البطوله. صحيح ساعتها كان ادائنا رائع وادائنا جيد، بس كان جزء كبير منه اداء دفاعي، وكابتن محمود الجوري كان مشهور بادائه الدفاعي الجيد العظيم، يعني تكتيكيا طبعا وفي الملعب كله كان عظيم، بس اداؤه الدفاعي الصلب. لما رحنا كاس العالم قبلها في 90 احنا كنا بنلعب كره دفاعيه جدا، وبعض المنتخبات في العالم قال لك دي كره ممله جدا، شفنا مباراه ايرلندا وانجلترا وهولندا الناس قالوا عليها مباريات ممله، منتخب مصر عمل مباريات ممله، ولكن كنا بناخد اللي احنا عايزينه او جزء كبير، عملنا ماتش تاريخي قدام هولندا بالاداء الدفاعي، الاداء اللي فيه حرص. لما خد بالك احنا 98 خدنا كاس الامم الافريقيه، من امتى بقى؟ من 86، يعني من 12 او من 12 سنة، 86 ل 98 12 سنة، من 86 ل 59 عد بقى السنوات، بتتكلم في حوالي 27 سنة ما خدتش كأس الأمم الأفريقية. أنا بس اسم خد مني السر ده عشان أقول لك نتيجة في الآخر. وصلنا كأس العالم في 90 وبس، لحد ما وصلنا ل 2018 وصلنا كاس العالم. بس قبل 2018 كان في جيل ذهبي لمصر من 2006 ل 2010، ده اللي لعب حقيقي كره هجوميه، كره ممتعه الناس كلها بتحبها لحد دلوقتي. ده الجيل الحقيقي اللي كان استثنائي لمنتخب مصر. كل الاجيال اللي بعد كده اللي قبل كده كانت بتحاول وتجتهد وتلعب برجوله وباخلاص، وكان في اسماء عظيمه على مر تاريخ الكره المصريه، بس كنا بنواجه صعوبات كثيره. لكن الجيل بتاع 2006 ل 2010 كنا بنحط رجل على رجل وبنكسب اي منتخب وبسهوله مهما كان اسمه، لدرجه ان احنا كسبنا ايطاليا بطله العالم وقتها يعني في كاس القارات.
شوف لدرجه ايه، كان جيل استثناء. بس الجيل ده كان من امتى لامتى؟ من 2006 ل 2010، 4 سنين. ده حقيقي الجيل الذهبي لمنتخب مصر، ده حقيقي الجيل الذهبي لمنتخب مصر. بعد كده حصل مرحله صعبه لمنتخب مصر، تحسنت النتائج وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقيه 2017، صعدنا لكاس العالم 2018. وبعد كده واحنا لسه مش واثقين في الجيل، رحنا كاس العالم وقلنا لا الجيل مش جيد، وصلنا نهائي كاس الامم الافريقيه قلت لا الجيل مش جيد، وصلت نهائي كاس الامم الافريقيه في الوقت الحالي وقلت الجيل مش جيد، وصلت لاخر مرحله في تصفيات كاس العالم وقلت الجيل مش جيد. كل ده سببه ايه؟ ان انت ما زلت مرتبط فقط بالكره المصريه، ان احنا كان عندنا في وقت من الاوقات جيل من 2006 ل 2010 ده كان جيل رائع. بس انت لو حسبتها على مدار تاريخنا هتقول ان الجيل ده استثنائي، لكن الطبيعي بتاعنا كان بنواجه صعوبات كثيرة جدا عشان نفوز ببطولات كبيرة في افريقيا. بنفوز بيها بالرجولة وبالحماس وبالروح وبالجماهير، بس مش زي الجيل بتاع 2006-2010. ده الجيل الاستثنائي حقيقي. وبالتالي لما حضرتك تيجي تقف وتقول احنا منتخب مصر التاريخ العظيم، طبعا التاريخ العظيم، بس لازم تفهم او لازم نبقى واثقين او فاهمين كلنا انه واجهنا صعوبات كثيره في بطولات كثيره عشان نعرف ناخدها، واجهنا صعوبات جامه جدا عشان نوصل لكاس العالم جدا. طيب انت عايز توصل لايه يعني؟ كل كلام انت قلته ده عايز توصل لايه؟ عايز اوصل لفكره انه جالنا جيل بتوفيق ربنا اتجمع فيه كل النجوم في كل المراكز من 2006-2010. هل الجيل ده تكرر قبل او بعد؟ لا. وبالتالي احنا عايزين يبقى عندنا منظومه كامله تقدر كل شويه تطلع لنا اجيال زي دي، ما يبقاش بالصدفه الجيل بتاع 2006-2010 ده صدفه، ما يبقاش بالصدفه ان انا اقدر يبقى عندي حسني عبد رب واحمد حسن ووائل جمعه وعصام الحضري وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد زيدان، كل الاسماء اللي في خيالك دي تبقى مكرره كل شويه. مش هم زي فرنسا الجيل بتاع 98 اللي خد كاس العالم 98 مش هو الجيل اللي كسب كاس العالم 2018، بس الجيل اللي كان فيه زيدان وكان فيه تورام وكان فيه بارتيز وكان فيه رولان بلان وكان فيه روبرت بريس وكان فيه الاسماء العظيمه دي في 98، بقى في اسماء اخرى عظيمه مش بنفس الجوده بس بجوده تليق بهذا الزمن، في مبابي وفي جريزمان وفي بنزيما وفي باقي لوريس وفي باقي اللاعبين كلهم وفاران وغيره. الفكره انه انا محتاج جيل يسلم جيل، في زي ما قلت لكم امبارح اجيال استثنائيه في كل المنتخبات. البرازيل جيل 2002 لم يتكرر حتى الان. اسبانيا جيل 2010-2012 جيل لم يتحقق حتى الان ولم يتحقق قبل 2010-2012. هم مجموعة لاعبين اتجمعوا مع بعض، تشافي على إنيستا على كاسياس على راؤول على ديفيد فيا على كل الأسماء اللي كانت موجودة في الجيل ده، ركبوا مع بعض. وعد بقى كده أرجنتين 86، أصلا لحد دلوقتي ما جاش أرجنتين زي أرجنتين 86 لحد هذه اللحظة. فالجيل الاستثنائي ده ما تفضلش كل شوية تقول لا أنا منتخب مصر اللي يلعب كرة هجومية ويلعب كرة جميلة. أنت عملت كده عشان كان عندك جيل استثنائي، دلوقتي ما عندكش الجيل اللي يلعب الكرة الجميلة دي، ده الواقع. بس يقدر يكسب، يقدر يوصل للنهائي، يقدر كان ممكن ياخد البطولة ويوصل لكأس العالم، يقدر بس مش شرط بالكرة الجميلة. مش كل الأجيال بتقدم كرة جميلة، بس في كرة واقعية، وده اللي حاول يعمله كارلوس كيروش، انه يعمله. مش عايز كرة جميلة. طيب امبارح في مباراة السنغال، بما اننا دلوقتي اكثر هدوءا وبنتكلم مع بعض بهدوء ونشوف احنا واقفين فين عشان نروح فين بشكل ايجابي، واقول لك احنا ازاي ممكن نروح بشكل ايجابي عشان ما بحبش اقول بس حاجات سلبيه وما نروحش للحاجات الايجابيه. امبارح في الشوط الاول لو تفتكر حاولنا يبقى، والشوط الثاني حاولنا يبقى عندنا رد فعل هجومي قدام المنتخب السنغالي، وانبسطنا. بالمناسبه احنا انبسطنا لما شفنا اداء هجومي لمنتخب مصر وقلنا ما هو يا كيروش بقى ما هو في اداء هجومي اهو. بس اتفرج على المباراه دي تاني وافتكر لما بدأنا نتحول هجوميا ايه اللي حصل. هجمات في منتهى السرعه والخطوره للمنتخب السنغالي. ما انا ممكن اهاجم،
بس انا عندي الكواليتي اللي يخليني اهاجم واعرف ادافع بشكل كويس؟ لا، ممكن اعرف ادافع بشكل كويس. على فكره البرتغال في يورو 2016 كانت بتدافع وعندها كريستيانو رونالدو، بس ما كانتش بتقدر تهاجم بكل الفريق، تعمل شكل هجومي، هي كانت بتعتمد على كريستيانو رونالدو، ارمي الكوره لكريستيانو رونالدو، بس كانوا بيدافعوا جدا جدا عشان مش هيقدروا يعملوا الاثنين. ادام عايزين بطوله، خدوا بطوله 2016، مش هيقدروا يعملوا الاثنين. اليونان لما كسبت اليورو في 2004 في مفاجاه كبيره جدا بالدفاع، بالدفاع. طيب الفكره في ايه؟ امبارح لما جينا نهاجم، اشرح لك تكتيكين بايديا معلش عشان مش معايا دلوقتي بورد، لما بنيجي نهاجم انت بتضغط الفرقه كلها لقدام، يعني الدفاع مع الوسط مع الهجوم، فلما بيحصل هجمه مرتده دفاعك اللي انت شايفه قوي باي اسم اللي كان بيعمله كيروش كان بيعمل ايه؟ بيخلي الفرقه كلها ضمه على بعضها قريبه من منطقه جزاء منتخب مصر، فما تحسش بثغره عند ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه ولا محمد عبد المنعم ولا الونش ولا حجازي، دايما تحس ان هم محميين. ليه؟ ما بيخشوش سباقات سرعه ولا واحد ضد واحد، لكن لما بتيجي تهاجم بتضغط الفرقه كلها لقدام، قدام عند الخصم، فبيحصل هجمات مرتده، فبيضطر المدافعين يتحطوا واحد ضد واحد، فبيحصل مشكله دفاعيه. احنا جت علينا هجمتين او ثلاثه خطيرين للغايه، شال منهم الشناوي اتنين بشكل رائع، وفي واحده طلعت بره لما قررنا ان احنا نهاجم. طيب الراجل اللي قاعد بره بقى هو فاهم كويس ان انا لو عملت الاثنين زي ما حضرتك عايز هيبقى عندنا مشكله، هنتغلب اتنين وثلاثه واربعه. لا يا كريم، ما احنا مش منتخب صغير قوي كده. طيب روح للزمالك وروح للاهلي في البطوله الافريقيه والاثنين بيهاجموا، انا الاهلي اكبر فريق في القاره والزمالك اكبر فريق في القاره، فطبيعي انا هاجم. لما بيهاجموا فرق صغيره جدا، طبعا ما عندهاش ولا نجم من نجوم السنغال، دي فرقه صغيره جدا بتسجل في الاهلي وفي الزمالك. ليه؟ عشان في مساحات. هو الراجل اشتغل بشكل كويس دفاعي. هكمل مع حضراتكم على كارلوس كيروش، بس نروح الاول للاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. هارد لك طبعا الخساره، واكيد زعلك وزعلنا كله متواصل يعني. طبعا. النهارده سمعنا اخبار عن شكوى من الاتحاد المصري للكاف والفيفا، نقدر نعرف من حضرتك مضمون هذه الشكوى؟ صحيح طبعا، الشكوى تقدمت النهارده بالفعل من مدير تنفيذ الاتحاد. يعني الاحداث اللي حصلت في المباراه، سواء الشغب اللي حصل في الجماهير والعنف اللي تعرضت له البعثه من ساعه وصولها لغايه مرورا بيوم الماتش وبعد المباراه كمان الليزر طبعا وتجريمه كان غير عادي. يعني 50,000 في الاستاد، اعتقد ان نصهم بالضبط او اكثر كانوا ماسكين الليزر في ايديهم وموجهين على عيون لاعبتنا بس، وغير طبعا شويه التجاوزات اللي حصلت حق البعثه كلها، بس مش حرق المنتخب بس يعني. طيب هسألك سؤال مهم جدا، ليه وقت المباراة ما كانش في حد بيعترض؟ يعني مثلا ما طلبناش ليه المباراة تتوقف مع الليزر؟ ما طلبناش ليه المباراة تتوقف مع الحاجات اللي بتتحدف؟ يعني أنا حسيت برضو، أكلمك بصراحة شديدة، إن إحنا طيبين مع هذا الإرهاب والشغب اللي كان بيحصل كتير في الملعب، ليه كنا يعني هاديين؟ ما دايما ما كنا أصلا لما سألت الكابتن جهاد جريش إمبارح قال لي المباراة ما وقفتش، ليه ما قررناش إن إحنا نعترض عشان المباراة توقف؟ فده الحكم يكتبه في تقريره. والله احنا كنا املين وكنا عشوائيين في الله، وان احنا ان شاء الله الماتش هيعدي وهنحط على الاقل كوره في الـ في الـ في الـ في اثناء المباراه، ولو كنا يعني لو كان ربنا سهل وكنا دخلنا كوره اعتقد يعني كان هيبقى مستحيل ان هم يحطوا ثلاث جوان، وبس احنا كنا يعني املين ان احنا نطلع الماتش لصالحنا. طيب احنا طالبين ايه في الشكوى دي يا فندم؟ يعني طالبين يعني الجزاءات تكون ايه؟ طبعا يا اما اعاده المباراه، يا اما يعني يا اما احتساب النتيجه لينا احنا فوزين. طيب كمان عايز اسال حضرتك، انا عارف النهارده ان انت وقفت شويه مع كارلوس كروش في المطار انت والمترجم بتاعه واتكلمت معاه شويه حسب معلوماتي، مضمون الحديث ده كان ايه؟ يعني انا يعني
من حسن الحظ او سوء الحظ مش عارف، مع العنف بتاع الجماهير لقينا نفسنا في الملعب. يعني احنا قعدنا اتفرجنا على الماتش من تحت في الملعب، فكنا جنب كارلوس كروش يعني. انا كنت شايفه وحاسس فيه يعني كنت حاسس بكل حاجه بيعملها. فكنا بنتكلم يعني في المباراه وطريقه ادارته للماتش وكل حاجه حكت يعني. كنا بنتناقش يعني لان هو كان شايفني ان انا كنت على الدكه اللي جنبه على طول اللي هي دكه المراقب يعني بالصدفه البحته يعني. هو بيقول لي انت كنتوا قاعدين هنا، فقلت له اللي حصل ان احنا اثناء الماتش الجماهير يعني عنفوا فينا، ففي بعض الجانب الصغالي بقى ياخدنا لتحت كده لغايه ما لقينا نفسنا تحت. فبقى قعدونا في الـ في الـ في الـ في التندة اللي هي بتاعت المراقب. طيب بس فكنا بنتناقش يعني. يعني هو بيقول لي السبب اللي انت قعدتوا عليه تحت كده. طيب انا السؤال اللي جاي لحضرتك يخص كارلوس كروش نفسه، هل هناك توجه في اتحاد الكره استمرار كارلوس كروش مع منتخب مصر، ولا الحديث الان عن مدير فني اخر غير كارلوس كروش؟ والله هو الحديث في ال 24 ساعه اللي فاتت دول ما كانش اي حديث الا 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 كان على صوت المباراه بس. ومن بعد المباراه طبعا انت عارف الماتش خلص بتوقيت مصر هنا تقريبا الساعه 10 بالليل، يعني يا دوبك على ما رجعنا الاوتيل وخدنا حاجتنا ورجعنا على المطار ركبنا الطياره اتحركنا وصلنا هنا الساعه 2 الظهر. كله ده احداث متلاحقه ورا بعض بيخيم عليها الحزن. ما اعتقدش ان كل الكلام اللي منتشر ان مجلس الاداره قعد وقرر، لا ما فيش اي قرارات وما فيش حتى اي اتفاقات على اي حاجه في ال 24 ساعه اللي فاتت. طيب هل راي حضرتك الشخصي يعني مقتنع ببقاء كارلوس كروش مع منتخب مصر؟ رأيي الشخصي انا عن نفسي يعني والله انا يعني مبسوط جدا من اللي حصل في كاس الامم الافريقيه وادارته للفرقه في كاس الامم الافريقيه، وشايف ان الماتشين بتوع السنغال ماتش كسب والماتش الثاني كان قاب قوسين او ادنى من المكسب، لولا ان الثلاث ضربات الجزاء اللي ضاعوا كان ممكن نكسب وكان ممكن نوصل كاس العالم. فعن قناعتي انا الشخصيه رأيي الشخصي بعيدا عن كوني مسؤول في اتحاد الكوره، شايف انه يعني ياخذ فرصه ويقعد لغايه كاس الامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله. طيب سؤال جاي لحضرتك، النهارده في فيديو انتشر لمحمد صلاح في غرفه خلع الملابس المنتخب بعد المباراه بيقول فيها انه لو بقيت في المنتخب او كملت مع المنتخب، هل كان في كلام او طرح ان محمد صلاح ممكن ما يكملش مع المنتخب الفتره اللي جايه لاي سبب من الاسباب؟ والله محمد صلاح لعيب كبير ولعيب عالمي ودولي وبلده محتاجاه، وهو عارف ان بلده محتاجاه ومحتاج ان هو يكون موجود في منتخب مصر. ما اعتقدش يعني ان هو يفكر التفكير ده ابدا ابدا. ما فيش الكلام ده خالص، لم يطرح يعني اصلا. لا لا خالص لم يطرح يعني لم يطرح. لسه البلد محتاجه يعني محتاجه اللي زي محمد صلاح يعني. صح صراحه يعني احنا ما عندناش كم واحد زي محمد صلاح يعني. صحيح. طيب في اجتماع قريب لاتحاد الكره المصري لحسم المدير الفني، حسم امر المدير الفني القادم لمنتخب مصر. والله هو حسم امر المدير الفني ان كان كروش او غيره، ان كان كروش هيحسم من خلال المداولات. لكن حاليا في ثلاثه من الزملاء رايحين الدوحه عشان الكونجرس الدولي، واثنين من زمايلنا رايحين مع المنتخب البنات. طيب هو مشهور الدكتوره دينا، فاعتقدش يعني ان هنعرف نجتمع الاسبوع ده خالص. طيب الانطباعات ايه يا فندم؟ يعني انطباعات اتحاد الكوره بشكل عام بالنسبه لكارلوس كروش، الانطباعات مش بقول القرار، الانطباعات في رضا ولا في غضب من كارلوس كروش؟ لا 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 مفيش غضب. في رضا؟ مفيش غضب، لا في رضا. في رضا. ماشي. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب كمل مع حضراتكم نقطه مهمه جدا، ومره اخرى ومره الف لما بقول كارلوس كروش رايي الشخصي انه يكمل، ده رايي، رايي اللي هو مشجع مصري مشجع، تمام؟ زي ما حضرتك رايك انه يكمل او ما يكملش، رايي القرار عند اتحاد الكوره بمعايير. يعني حضرتك شايف في سلبيات عند الراجل
يا اما شايف انها هتنفع تتعدل يا اما مش هينفع تتعدل فيمشي اصلا، او شايف ايجابيات محتاج يكملها فيكمل. دي معايير هيحطها اتحاد الكوره، المعايير دي لاسباب كتيره. واستاذ محمد ابو الوفا قال نقطه مهمه، قال لك رايه الشخصي اللي هو عضو اتحاد الكوره ان كارلوس كروش مهم انه يكمل لكاس الامم الافريقيه القادمه، خاصه بقى ده كلام انا يعني، ان الفتره قصيره. وبعدين في نقطه مهمه وهتكلم مع حضراتكم فيها برضو، الراجل ده جه ست شهور، جه ست شهور وحتى هذه اللحظه هو مش عقده خلص، ما نعرفش اللي جاي ايه. هنجيب مدير فني اخر لمنتخب مصر هيجي مثلا في اول الشهر ده، اول شهر مايو مثلا، يعني هيبقى معاه حوالي 7 شهور على كاس الامم الافريقيه القادمه. لا قدر الله، لا قدر الله فرضا خسر البطوله، ودي كوره يوصل النهائي يخسرها، يوصل سيمي فاينال يخسرها، لا قدر الله نعمل اداء واحد، اي سبب اي سبب اي سبب، بعد 7 شهور لو خسر كاس الامم الافريقيه اللي هي 2023 هو كمان هيمشي؟ ما هي دي الدايره اللي احنا ما بنطلعش منها. مدرب يجي 6 شهور خسر بطوله يمشي، مدرب يجي بعده خسر بطوله يمشي، مدرب يجي بعده خسر بطوله يمشي، كل ده مسافات متقاربه جدا، مسافات متقاربه جدا. قلت لحضراتكم قبل كده مثل بديشام مدير فني للمنتخب الفرنسي. الراجل ده جه فرنسا، جه منتخب فرنسا في 2012، جه منتخب فرنسا امتى؟ في 2012 لعب معاهم كاس العالم، لعب معاهم كاس العالم في 2014، خرج من دور الثمانيه، خرج من دور الثمانيه. بعد كده لعب اليورو كاس الامم الافريقيه في 2016 على ملعبه في فرنسا وخسر نهائي البطوله قدام البرتغال، وفضل ديشام يعني من 2012 خسر كاس العالم 2014، خسر اليورو في فرنسا 2016 وفضل. النتيجه كانت ايه؟ انه كسب كاس العالم 2018 بعد 6 سنين من تعيينه مدير فني للمنتخب الفرنسي، 6 سنين ومكمل، لسه مكمل 6 سنين. فهي الفكرة انه عادة نقول للمدرب في عقده انت هتيجي عشان تكسب بطولة، انت هتيجي عشان توصلنا كاس العالم، انت هتيجي، ده بيبقى موجود في العقد، ده اسلوب في العقود مش صحيح، مش صحيح، مش لازم نعمله. احنا نقول للمدرب حضرتك جاي تقعد معانا 3 سنين، وفي ال3 سنين دي عايزينك مثلا تنزل بمعدل اعمار المنتخب بالتدريج ل 25 سنه مثلا، انا بقول مثلا، بس دي الحاجات اللي بتتحط في ال3 سنين. عايزينك مثلا في منتخب مصر توصل نهائي كاس الامم الافريقيه وتوصل لمرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم، ما تحكمش على بطوله، ما تقولوش لو ما وصلتش البطوله دي مش هتكمل، لو ما كسبتش البطوله دي مش هتكمل. مفيش كده في الكوره يا جماعه، والله ما في كده في الكوره في العالم. ما ينفعش المدير الفني اللي هيجي مانشستر سيتي بعد بيب جوارديولا لازم تقول له تكسب الدوري الانجليزي يا اما تمشي، مفيش كده. رغم ان بيب جوارديولا عمال يكسب، بس مش هينفع تقول له كده. مش هينفع تقول للمدرب اللي كسب كاس الامم الاوروبيه اللي هو مانشيني مع المنتخب الايطالي امشي بمجرد انك ما صعدتش كاس العالم. حاجه كبيره طبعا، حاجه كبيره بالنسبه لايطاليا دي للمره الثانيه على التوالي، حاجه كبيره. بس ما هو لسه كسبان وبيعمل مشروع للمنتخب الايطالي اللي كان متهالك. فكره المشروع الحقيقي اللي يكمل معانا شويه، ان احنا نشوف وجه واحد، مدرب واحد مكمل معانا. خد بالك نجاح الكابتن حسن شحاته في 2008، هفكرك احنا كسبنا 2006 كلنا عارفين بدفعه جماهيريه عظيمه، اعظم فتره في تاريخ الجمهور المصري كان عامل دعم ومسانده مش طبيعيه في 2006، واحنا عارفين ان احنا في البطوله دي كنا داخلينها قبلها في 2004 كان مستوانا سيء جدا، في 2006 مش ضامنين، والكابتن حسن شحاته كان في انتقادات عظيمه على الكابتن حسن شحاته، وانت جاي مدرب كان بيدرب في الدرجه الثانيه تجيبه لمنتخب مصر ومش هنكسب ومش هنعمل والكلام كله اللي انت سامعه من قبل ما يشتغل. كسب في 2006 وكان بيطلع الكابتن حسن شحاته يتكلم على الانتقادات والهجوم الكتير اللي عليه. كسب 2006 فكمل، فلما كمل هو كان جاي بقى من 2005، لما كمل لحد 2008 بقى 3 سنين قاعد مع المنتخب، سيبك من بطوله، مع 2006 دي لو كنا خسرناها كان اكيد الكابتن حسن شحاته مش، لما كمل 3 سنين 2008 عملنا ايه؟ عملنا احسن اداء في تاريخ منتخب مصر على مر تاريخه في اي بطوله.
كاس الامم الافريقيه 2008، 3 سنين مدرب قعد 3 سنين بس، يعني ادونا فرصه يقعد مدرب 3 سنين ومش لازم في النص يكسب بطوله، بس لو قعد 3 سنين ممكن ناخد الناتج باداء كويس. انا فاكر الكابتن الجوهري من ساعه ما وعد على الكوره، الكابتن الجوهري يكسب يكمل، يخسر يمشي، نجيب مدرب تاني، يخسر نجيب الكابتن الجوهري تاني، يخسر يمشي، وهكذا نلف نفس الدايره، نلف نفس الدايره. نفسي بس مدرب، على فكره مش بقول كارلوس كيروش، يجي اي مدرب بس ياخد فتره، ياخد فتره. الراجل ده قعد 6 شهور وخسر، مش مبسوطين كلنا، زعلانين، بس لازم المدرب اللي يجي بعده او هو او غيره ياخد مده مش بطوله، عشان احنا بنلف في نفس الدايره دي من سنين من ايام الكابتن فاروق جعفر نفسه، النجم الكبير، الاسم الكبير في تاريخ الكره المصريه. يا كابتن فاروق صباح الخير، مشرفني ومنورني. كريم ازيك يا حبيبي، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن فاروق، انا النهارده فاتح حوار على فكره المعايير اللي المفروض نختار بيها المدير الفني القادم لمنتخب مصر، ما يكونش مجرد كل واحد يحط اسم وعايزه يبقى موجود في المنتخب، يبقى في معايير، راي حضرتك ايه؟ وانا امبارح كنت في القناه وكنت عامل حاجه كده، ورقه فيها المعايير، او يعني انت عشان تختار مدرب عظيم تحط المعايير. اولا اتكلم على الشخصيه الاول الفنيه، وبعدين الشخصيه اللي هي القياديه. الشخصيه طبعا القياديه، طبعا بتكلم على حد، احنا مش عايزين زي انت كنت بتتكلم من شويه، مش عايزين احنا نقعد نغير في مدربين في مدربين، وكل يوم يجي لنا مدرسه شكل مدرسه شكل. احنا دلوقتي وصلنا نقطه لنقطه من خلالها نتحرك. صحيح. يعني احنا كان في اخفاق، واخفاق برضك انا بحيي اللعيبه وبحيي الاتحاد الكره، بحيي الجهاز الفني، ان احنا ما كانش عندنا وقت وحضرنا للبطوله دي بشكل، وكان تغيير كروش كان جاي من مسافه قريبه ما عدوش 5 اشهر. صحيح. وبعدين بقى مسؤول عن بطوله عربيه بطوله افريقيه، وبعدين تصفيات كاس العالم. كل دي ضغوط على المدرب، وما يعرفش اللعيبه وما يعرفش المدربين، ما يعرفش مدرسه الكره المصريه عامله ازاي. صحيح. الدوري العام بيقف ازاي. فانا من وجهه نظري المدرب اللي هيجي، انا وجهه نظري ان ما فيش خلل حصل في الفتره اللي فاتت الا في المواعيد. المواعيد هي اللي كانت قاتله بالنسبه لنا. مظبوط. ان الارهاق كان على اللعيبه بشكل كبير جدا، سواء في البطوله العربيه البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بيلعبوا في البطولات الافريقيه. بعد كده انت رحت الاهلي، والاهلي كمان لعب تصفيات كاس العالم او كاس العالم للانديه، كل ده ارهاق على اللعيبه. صحيح. هو اول حاجه بقى تقوم تختار، تقول المدرب قبل اي حاجه، المدرب ده عايز يعمل ايه للكره المصريه؟ هو لازم يحط سيستم للكره المصريه. يعني الدوري العام ما ينفعش دوري عام مثلا 18 فرقه، يعني ما فيش دوري يبدا مثلا في شهر 9 ويخلص في شهر 8 السنه اللي بعديها، ما فيش دوري في العالم بيقول كده. صحيح. فانت عايز كمان تحط، بتكلم على المعايير المدرب يقول بدايه الدوري انت ونهايته. التوقفات، او انت عندك مشكله كبيره ان انت في الاجنده الدوليه ما كنتش بتلعب. يعني الاجنده الدوليه انت ما لعبتش مباراه وديه عشان تحضر نفسك لكاس العالم او بطوله الامم او للبطوله العربيه. صحيح. انت جيت من تدريبات النادي على المنتخب على كاس العالم للانديه، على كاس البطولات، على البطوله الافريقيه، على كاس العالم الكبير. فطبعا هنا في ظلم للمدربين وظلم للعيبه، اللعيبه ما تقدرش تستحمل كل ده. وانا سامعني يا كريم؟ معاك يا فندم، اتفضل يا كابتن. واصلا اللعيب المصري هو مش متاسس ان هو يلعب كل 72 ساعه، ما تاسسش. الحاجه الثانيه المهمه، انت بتلاعب فرق دلوقتي، كل الفرق الافريقيه اللي بتلعبها كلها محترفه. بيلعبوا في انديه محترفه، انت النهارده عندك 3-4 محترفين، هم عندهم 21 لعيب محترف في القائمه السنغاليه. لا ده غير اللي لم يستدعوا. اما انا بقول لك عندهم 21 واحد. صحيح. وانت عندك اربعه. صحيح. عندك الاصابات كتير، الاصابات، طب هم ما بيجيلهمش الاصابات ليه؟ صحيح. ان هو في بدايه للدوري المباريات، التجميع بتاع اللعيبه وتحضير اللعيبه، لازم يبقى في تحضير، انت عشان تعمل فرقه لازم تلعب مباراه اكتر من مباراه دي. يعني الجدول اما بتتكلم على المباريات الوديه اللي موجوده، لازم انت تبقى بالقلم والورقه بتختار المباريات اللي تناسب فرقتك واللي هتقدر تجرب عليها طرق لعب، وفرقه اقوى منك تشتغل عليها. انا شايف كل الحاجات دي هي دي العامل الاساسي اللي انت ما حققتش. يعني انت عملت انجازات ان انت وصلت للنهائي البطوله الافريقيه، وصلت للدور الاخير عشان كاس العالم، وانت اصلا ما فيش
تجميع مباراه وديه واحده اتلعبت. صحيح. ورقه بالقلم وقول لي مباراه وديه من يوم ما جه كروش اتلعبت مباراه وديه، ما فيش مباراه وديه لعبها. انت يعني الحساب يبقى يعني صعب جدا ان انت هتحاسب راجل على حاجه زي دي. ما هو ده امبارح الاستاذ جمال علام كان بيتكلم معانا، اتكلم معانا قال لك الراجل ده موجود طول النهار بيتفرج على فيديوهات مع اللعيبه، بيقعد يعمل محاضرات، بيعمل كل ده، عايز وقت. انت دلوقتي وصلت لمرحله حته بقى ان انت هنقول الافكار بتاعتك اللي انت كنت بتقول يمشي يجي الكابتن جوري، يمشي مش عارف يرجع تاني الكابتن جوري، الكلام ده انا من وجهه نظري يعني بالورقه والقلم وبالثقافه وبالعلم والتعليم اللي احنا اتعلمناه، مفيش حاجه في الدنيا بتدير من غير منظومه. المنظومه هي اللي بتخطط للمستقبل، بتخطط مفيش انحياز او مفيش يعني اتجاه معين، لا احنا بنفكر دلوقتي في البلد في مصر. احنا شعب محترم، عندنا امكانيات كبيره، احنا اكبر حاجه موجوده في القاره، كل ده احنا لازم بقى نحط الحاجه الصح. يعني انت دايما لما تيجي تتكلم ما يجيش واحد مثلا سمسار يجي يقول لك انا جايب لك ده مدرب وكان احسن مدرب في العالم، والثاني واحد في مجلس الاداره يقول لك ده مدرب ومش عارف ايه، واحد ثاني اعلامي يقول ده مدرب احنا صح. الكلام ده مش عايزينه، احنا عايزين نحط معايير اختيار مدرب. عارف كابتن فاروق، انا كنت بقول دلوقتي ان حضرتك قول رايك وانا اقول رايي والناس اللي في الشارع تقول رايك، كل الناس تقول رايها، بس اتحاد الكره يبقى كاتب معايير هو اللي يختار واحنا نمشي وراه، بس يبقى المعايير كل واحد من حقه يقول اسم. انا عايز الكابتن فاروق جعفر يضرب حقي، انا براحتي، انا شايف طبعاً الكابتن فاروق طبعاً. بس اتحاد الكره هو اللي يبقى حاطط معايير. احنا انا كنت بتكلم امبارح بقول عايزين لجنه ملهاش اي ميول ولا ليها اي اغراض وهي متطوعه. اللجنه دي تحط معايير اختيار مدير فني للمنتخب الوطني. جنسيته ايه؟ عامل ايه؟ ده موضوع انا اشوف السي في بتاعه وشغله، النتائج بتاعته الاخيره عامل ايه؟ ثقافته في التدريب عامله ازاي؟ ثقافته في التعامل مع البرامج بتاعت اللعيبه عامله ازاي؟ لا لو تسمع كابتن فاروق كمان، انا عايزه مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ اصل احنا كل شويه بنجيب مدرب، ما هو طول عمره كارلوس كروش بيلعب 4 3 3 بطريقه دفاعيه، كوبر من ساعه ما كان بيدرب فالنسيا هو بيدافع، فلما يجي عندنا نقول ايه؟ لا اصل هو طريقته دفاعيه احنا مش حابين لعبه. طب ما احنا جايبينه اصلا واحنا عارفين ده اسلوبه وطريقته، انت عايز ايه؟ هو احنا دلوقتي يا كريم جينا في وقت دلوقتي، يعني انا وجهه نظري ان الدكتور اشرف مع اتحاد الكوره يعملوا لجنه. اللجنه دي تكون عندها وعي وعندها ثقافه وعندها خبرات كويس وعندها الجراءه وعندها الشجاعه ان هي تجيب مدرب او يستمر المدرب. ان انا لو انا مثلا قلت كروش يمشي، دي بتبقى وجهات نظر، واحد يقول لك لا ده ما خدش وضعه، ده ما خدش الوقت الكافي. انا من المجموعه دي، في ناس تقول لا ده ما كانش بيلعب فلان وما كانش بيلعب فلان وبيدافع في مجموعه غيري، لكن هي المدارس كلها مختلفه. لكن خلينا نتكلم نوصل لنقطه مهمه، النقطه المهمه ان احنا لازم يبقى عندنا ثقافه اختيارات المدربين واللعيبه. انا النهارده عندي لعيبه بتلعب في 4 بطولات في السنه وعايزه تلعب في نهائي كاس العالم. ما هو احنا دي حاجه عشان احنا كلنا ما بنيجي نقطه صفر، تبقى الاختيارات والاراء كتير وجهات النظر والفتي بيبقى كتير، وده اللي معطلنا. احنا من الاربعينات للتسعينات ومن التسعينات ل 2018 انت ما رحتش كاس العالم غير 3 مرات. ايوه. وانت اكبر بلد موجوده في القاره وافضل بلد في الثقافه وفي العلم وفي التاريخ وفي كل حاجه مصر، وانت ما رحتش غير 3 مرات. هنا بقى جه التوقيت الصح ان انت لازم تبقى الاختيار بتاعك فير جدا، بتتعامل مع الناس لمصلحه الوطن ومش مصلحه اي حاجه، ولا مصلحه لعيبه ولا مصلحه اي مخلوق. البلد صح. احنا عندنا امكانيات كبيره جدا، لكن الاتجاهات معينه او كل واحد عايز يثبت ان هو جاب مدرب. دلوقتي الناس اللي جابت اي مدرب اول ما بيخسر بيستخبوا. أيوة. وما يكسب يطلعوا يتكلموا. أيوة. احنا مش عايزين دي، احنا هنخرج من المنطقه دي خلاص، المنطقه دي احنا سيبناها خلاص مش عايزينها. احنا عايزين دلوقتي زي ما البلد دلوقتي افكار جديده، كل الحاجات القديمه بندوس عليها وبنعمل حاجه جديده، ما احنا بنقول مصر الجديده. خلينا كمان في كره مصر الجديده، نعمل كل حاجه في كره جديده، افكار جديده، مدربين جديد، جداد بافكار جديده، لعيبه نفتح لهم الاحتراف وهم صغيرين ويروحوا يتمرنوا ويروحوا يشتغلوا بره، يروحوا يتعلموا يعني ايه انضباط، يعني ايه التزام، يعني ايه هجره لعيب. اللعيب المصري ما بيقدرش يقعد 3-4 سنين بره، بيبقى هيتجنن عشان يرجع البلد، اول اجازه قوم جاي ده خلاص، ده احنا مش عايزين دي.
احنا عايزين لعيب المحترف هو لعيب هجره بيمثل بلده بشكل كويس وبلده متعوز له يجي لها ويلبي النداء مثلا او يجي للوطن. هو ده الواحد بيفكر فيه. لكن احنا وصلنا لنقطه مش عايز فتي خالص في ما حدش. لازم اتحاد الكوره, وفي اتحاد الكوره حازم امام محترم, كمان بركات محترم, معاهم رئيس اتحاد كوره محترم اللي هو الاستاذ جمال علام. ما نقعد نتكلم ونجيب بقى ناس الخبراء اللي هي كانت موجوده قبل كده, حسن شحاته كان موجود, نقعد معاه نتكلم معاه, نجيب المدربين اللي هم اشتغلوا في المنتخب قبل كده, كابتن طه اسماعيل نتكلم معاه, نتكلم مع الناس ونشوف ارائهم ايه ومعايير انه نحطها المنتخب ايه. صحيح, هو ده الافكار يا كريم اللي انت تفكر فيها. صحيح, بدل ما نهدم زي كل مره يا كابتن فاروق. انا امبارح قلت لو احنا كنا بنينا شويه, لو بنينا ان شاء الله 6 درجات ما نكمل عليهم بدل ما نهد ونبني من الاول. يعني احنا المفروض نبني 100 درجه, بنين 6 ما نكمل عليهم بدل ما نهد ونفضل كل شويه نلف في نفس الدايره اللي ما بنطلعش منها يا كابتن فاروق. ما احنا دلوقتي احنا لازم نخرج من الدايره بتاعت الناس تختار المدرب. يعني اللي بيختار مدرب دلوقتي في اتحادات الكوره اللي قبل كده او اللجان, ناس ما لعبتش كوره وبتختار. طب ازاي؟ طب الناس دي بقى الناس اللي سافرت زي الدكاتره اللي في الكوره, اللعيبه الدوليين اللي وصلوا لمرحله كبيره من الثقافه والعلم, اللعيب المدربين اللي عملوا انجازات للبلد دي, ارائهم فين؟ لو انا مش هاخد رايهم, طب هو لازمته ايه؟ ما انا بقول عليه ده, بقول عليه ده اسطوره, او ده واحد عمل انجاز ما بعديه انجاز زي حسن شحاته. طب ايه دوره؟ ما انا لاجب اجيب حسن شحاته واقعده في اللجنه واتكلم معاه. صحيح. في يعني في كتير زي حسن شحاته, نقعد نتكلم معاهم ونقول احنا عايزين ايه يا جماعه. لازم نبدا بقى من النقطه دي عشان نشوف جيل جديد, ان 90% من الجيل ده مش هيبقى موجود بعد 4 سنين. صحيح صحيح, فانت لازم تفكر, دي الافكار اللي لازم تتكلم مزبوط. فيها كابتن, معلش انا بتكلم بعصبيه, معلش انا بتكلم بعصبيه عشان انا بالعكس. انا والله يعني انا امبارح على عيني, يعني انت عارف الجماهير المصريه ما فيش بعد كده احترام, تحترم كل الضيوف وبتشيلهم فوق دماغهم. واحنا شفنا العكس امبارح تماما, ناس بتضغط علينا, ناس بتدرمينا بالميه, ناس بيضربوا احسن لعيب كره في العالم بالازايز الميه. فين ده يا جماعه ده؟ صح كابتن الكبير, كابتن فاروق جعفر مدرب منتخبنا الاسبق ونادي الزمالك, انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه. دي خلاصة الكلام, معايير معايير, واتحاد الكورة يختار أي اسم. أنا النهاردة هاجي أقول اسم أنا حر, حضرتك تقول اسم أنت حر, اللي جنبك يقول اسم هو حر. أنا النهاردة بالمناسبة يعني وأنا بخاف من السوشيال ميديا في لحظات الغضب اللي كلنا غضبانين وزعلانين على منتخبنا إنه خسر امبارح, متضايقين, بس بتلاقي الناس كلها أنت ما بتفهمش, أنت اللي مش عارف, أنت اللي مش عارف ليه؟ ما كلنا بنحب منتخب مصر, ما كلنا اكيد زعلانين على ان مصر منتخب مصر امبارح ما وصلش كاس العالم, كلنا اكيد زعلانين كلنا بدون استثناء. بس ليه كل يا اما انا ما بفهمش يا اما ما بفهمش يا اما ده ما بفهمش ليه كلنا يعني عادي كل واحد يقول رايه, دي كوره, الكوره كلنا نقول ارائنا, المهم ان اللي بيدير الكوره اختياراته ما تبقاش راي, اختياراته تبقى معايير, واحنا الاراء دي لينا احنا, نقعد نتسلى فيها لحد ما اتحاد الكوره يقول لنا انا اخترت المدرب الفلاني بناء على المعايير اللي احنا حاطينها 1 2 3 4, الراجل ده هيكمل معانا على الاقل 2 سنين بغض النظر عن البطولات اللي جايه. وانا نفسي اتحاد الكوره هيبقى موقف تاريخي منه ان المدرب اللي جاي سواء بقى كارلوس كروش او مدرب اخر يبقى العقد على الاقل 2 سنين عشان نشوف مشروع حقيقي. لكن المدرب اللي بيجي يقعد شهور ويمشي ده, يا جماعه لو رحت نادي اللي هو بيتدرب كل يوم وجبت له مدرب وقعد 6 شهور معاه, هنطلع نقول هو انت لحقت تقعده عشان يمشي رغم ان هو بيدرب الفرقه كل يوم بيلعب معاها كل شويه. مدرب المنتخب اللي ما بيقابلش فرقته كل يوم اللي بياخدها كل فتره بيمشي بعد 6 شهور. 6 شهور ما هو يعني في النهايه خليك في الوقت. عمرك في حياتك في اي شغل في الدنيا لو حد جه سلمني قال لي ايه خد الاستوديو دوت بقى ظبطه, اقول له طب انا محتاج اديني سنه بقى وانا هعمل لك حاجات مش عارف ايه. 6 شهور, 6 شهور في اي شغل ده رقم قليل جدا, خاصه لما بتتكلم على مشروع يخص الكره المصريه منتخب مصر. 6 شهور ده قليل جدا, وده برضه مش تزكيه لفكره ان بقاء كارلوس كروش. هفضل اكرر كل شويه, القرار الاول والاخير لاتحاد الكره طبقا لمعايير. يعني حتى لو اتحاد الكره قرر الابقاء على كارلوس كروش يقول لنا معاييره ايه, مش يبقى وخلاص عشان الناس شايفينه كويس, لا يطلع للجماهير يقول لهم
صحيح احنا ما وصلناش كاس العالم، صحيح ما كسبناش كاس الامم الافريقيه، بس الراجل ده مكمل معانا عشان 1 2 3 4 نفهم المعايير، او هات مدرب اخر خالص وقول لنا جايبه عشان 1 2 3 4 بكل بساطه. بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده او حلقه جديده ايه ضيفنا في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد. خلاص انا دماغي راحت. منور يا كابتن امير، شرف ومنور، ربنا يخليك. دايما ببقى سعيد لما بكون معاك، نتكلم من القلب. نتكلم في الصح. النهارده عايزين القلب وعايزين الصح. انا النهارده بدأ الحلقه بفكره انه، وكنت بتكلم مع ضيوفي على التليفون، فكره انه احنا عايزين ايه من المدرب اللي جاي، او بلاش احنا عايزين منه ايه، احنا هنجيبه على اساس ايه، يعني ايه معاييرنا، او ايه المعايير اللي المفروض نحطها للمدرب اللي جاي نساعد بيها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طبعا هو المنوط والمسؤول عن هذا الامر، بس لو عندنا معايير نقول اتحاد الكوره امشي عليها، وهات بقى مدير فني اجنبي محلي اسباني برتغالي ارجنتيني امريكي مصري، هات اللي انت عايزه بس يبقى في معايير. بص يا كريم، هو سؤالك طبعا مهم جدا. كل حاجه احنا جبنا، كل حاجه احنا جبنا، امريكا الجنوبيه وجبنا من المكسيك وجبنا المحلي، مش عايز اقول محلي ومش عايز اقول، جبنا الاوروبي. القصه في ان احنا كريم عايزين هنعمل ايه؟ لازم نبني صح. انت عشان تعمل بيت كويس لازم تبنيه على اساس مظبوط. مظبوط صح ولا لا؟ مظبوط. قبل ما توضبه وتفكر في الديكور صح ولا لا؟ يعني الاول ابني كويس. بالظبط. انت عندك النهارده البنى مش في الكروش هيمشي ولا مش هيمشي، هيكمل ولا مش هيكمل. طيب اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه تستاهل ولا ما تستاهلش؟ احنا لحد في لما جينا نلعب بينالتي كان الجيل ده جميل جدا. ايوه، والجيل ده كويس قوي. لا، ولو كنا كسبنا بقى اعظم جيل في التاريخ عشان نوصل كاس العالم مرتين متتاليه. لكن انت خلي بالك، في الاول وفي الاخر احنا كلنا زعلانين يا كريم. طبعا كلنا متضايقين. طبعا كلنا ما نمناش. كلنا يعني كل واحد متضايق، كان نفسنا نفرح. منتخب بلادنا هنشوف كاس العالم. بالظبط. وقلنا الجيل ده جيل كويس، يعني جيل يستاهل نلعب كاس العالم. وكاس العالم ما بيجيلكش كل ويك اند. ممكن اقطع حضرتك معلش في جمله بس عشان نسيت اقولها النهارده. في ناس لما نيجي نتكلم مثلا عن الحلول او الحاجات، ما نغضبش بقى ونزعق في فلان ونشتم في فلان والكلام ده كله، يقول لك ما انتوا عشان مستفيدين. طيب اولا، منتخب مصر لما بيخسر كلنا خسرانين، يعني منتخب مصر مش في كاس العالم كلنا خسرانين، اعلام خسران، محللين خسرانين، جماهير خسرانه، بياع الاعلام في الشارع خسران، كل الناس بتخسر، واضعف الايمان بنخسر ان احنا نشوف منتخب مصر في كاس العالم. فكده كده كلنا خسرانين، يعني محدش هيبقى مبسوط ولا عنده اي مصلحه ما ان منتخب مصر خسر. ده لو بني ادم بيحب بلده وعاقل وطبيعي. تمام، انا اسف النقطه. هي قصه في ايه يا كريم؟ احنا النهارده خلي بالك برضو، انت بتتكلم في ماتشين، هو انت بتلعب فريق واحد بس، السنغال، واحد في تصفيات كاس العالم او ماتش حاسم كاس العالم، وماتش في نهائي افريقيا. صحيح. تتكلم في ان انت يعني الماتشين يعتبر كنتيجه واحده، انت خسرت، انت اتعادلت وخسرت بضربات جزاء. وبعدين الماتش الثاني انت كسبان 1-0 وكسبوك 1-0، وده طبيعي انك انت هيهاجموك واللي هو انت متعادل. صح. وبعدين في نفس الوقت خرجت ضربات الجزاء. اللي انا عايز اقوله ان انت النهارده لو احنا كنا كسبنا كانت الناس كلها هتبقى مبسوطه، ما كانش حد يقعد يتكلم. وكيروش احسن لاعب، يعني كيروش لما جه لعب اول ماتش او ماتشين في التصفيات قالوا بس بنت شخصيه المنتخب والاخر والدنيا كويسه قوي. لا، خد البطوله العربيه شباب، ده لسه احنا رايحين بقى في البطوله العربيه. بقى رايح البطوله العربيه طلع شباب في وقت قليل وبنى، يعني عمل لك 3-4-5 لعيبه برضو اكتشاف جديد. ما كانش هتلاقي محمد عبد المنعم ده بيلعب في كاس العالم، ولا عمر كمال عبد الواحد، ولا هتلاقي عمر كمال عبد الواحد، ولا هيبص اصلا ان انا اخد حد من بره اهلي زمالك او عدد من اهلي زمالك. خد مروان داوود، خد مروان داوود، خد احمد ياسين من البنك الاهلي، ولا يعرف بقى سيناريو ان ده كان في الزمالك والنادي فلان الفلاني مشاه وبعد كده راح اعاره اكتشفوا مش عارف كابتن مين، ومالوش دعوه بالكلام ده، هو شايف. صح. لكن هنا الشخصيه بنت ان هو طلع 4-5 جيل جديد، وده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه يا كريم. ان النهارده مدرب السنغال اللي احنا بنتكلم عليه وفريق السنغال والى اخره، الراجل ده بقاله 6-7 سنين مع الناس دي. 2015 سبع سنين مع الجيل ده وحصل لهم دروبات وراحوا وصلوا نهائي كاس افريقيا في مصر هنا وخسروا من الجزائر. صح. ما حدش ولا قالك مشي ولا طلع اتكلموا عليه، ولا كان في انتماءات هناك في السنغال تقول لك ازاي فلان الفلاني بتاع النادي ده ما لعبش وده، وتلاقي ناس كلها بتتكلم في حاجات غريبه جدا. صح. مدرب المغرب
حلو زيتش. كريم زياش راجل من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي. كريم زياش حقق ماشي في نفس الوقت دخل في حته ان هو الناس كلها كانت بتحاربه ازاي يبقى مش موجود والكلام ده كله، وبعدين اخفق في كاس افريقيا فالناس ما فيش بقى كلام وهري ولازم يمشي واو لاخره، فضل مكمل. النهارده بيلعب فين؟ وصل فين؟ كاس العالم. بس هو ده، انت عشان تمشي صح في هدفك اللي انت عاوزه هيحصل دروبات، انت في الدروبات دي هتساعد ان احنا نقع خالص ولا هنقوم تاني؟ صح. طيب انت النهارده واحد زي مستر كيروش مطلع لك ناس للمستقبل في نفس الوقت انا مش بدافع عنه. انت دلوقتي بتقول مثلا قراءه في مشوار كارلوس كيروش اللي هو 6 شهور بالزبط. بس مع منتخب مصر بالزبط. دلوقتي بتقول هو الراجل عمل ايه في الست شهور، وممكن توصل برضو انه كان عنده سلبيات، يعني هو ولد زي اي مدير فني في العالم عنده ايجابيات وسلبيات. دلوقتي بتكلم على الايجابيات. طب هنتكلم حتى في السلبيات اللي احنا كنا بننتقد فيها الراجل ان ازاي فلان الفلاني ما لعبش كذا وازاي فلان الفلاني كذا وانت ما بتلعبش ليه ب 10 والعالم كله قال صح ولا لا؟ الراجل بعد كده سمع وبهدوء لما خد نفس وبقى هادي بخبراته وبذكائه ابتدى يلعب على الاقل بنفس سيستم شويه، غير بعض الحاجات، الاعلام هدي شويه، وصلنا لنهايه بقى هو احسن مدرب في الدنيا. بعد كده النهارده بنفكر هو هيمشي ولا مش هيمشي. احنا لازم يا جماعه يبقى فيش تخبطات كده، لازم. وبعدين خلي بالك احنا في كاس افريقيا في ناس طلعت اتكلمت قالت مثلا هقول مثل صغير في حراسه المرمى، لا ده لازم ابو جبل هو اللي يلعب، والناس تانية لا ده لازم الشناوي هو اللي يلعب. مفيش حاجه اسمها كده. النهارده بعد كاس العالم بعد الاخفاق اللي حصل امبارح، الناس طلعت قالت لا ده الشناوي مثلا ما عملش حاجه، ده بيتعامل مع الكور في متناول اللي هو الحاجات اللي جات له. رايك ايه؟ لا رايك ايه دي الاول، بس انا بكلم حارس المرمى، رايك ايه في محمد الشناوي امبارح؟ لا تعليق، يعني انت بتتكلم في واحد كان من اهم اللعيبه امبارح، صح، ولو مش الشناوي فايق كنا خسرنا 3-4، كان هيبقى الكلام عامل ازاي بقى؟ يعني انت النهارده اتعادلت او خسرت 1-0 يعتبر تعادل، وفي نفس الوقت خرجت بضربات الجزاء. ضربات الجزاء دي ما ينفعش نحكم على لعيب معين ان هو لعيب جامد او مش لعيب جامد. ما ينفعش. احنا في كاس الامم الافريقيه في ماتش كوت ديفوار او الكاميرون تمام؟ عبد المنعم شاط من احسن الناس، ضيع في النهائي. فلما شاط يا ولد بقت الدنيا كويسه جدا، لما ضيع لا ما ينفعش يشوط، ما ينفعش ليه اصلا شوط او كده. في نقطه ثانيه، طب المره اللي فاتت في كاس الامم الافريقيه قلنا هو ليه يا جماعه سايبين محمد صلاح في اخر يعني ليه الخامس ما يخش؟ طب يا جماعه طب ما هو زيزو مش عارف ايه، احنا بدأ طب يا جماعه بدأنا بالناس اللي انتوا عاوزينها او الناس الصح اللي هو عندهم خبرات يفتحوا الطريق، افضل اثنين عندك بيشوط ضربات يفتحوا لك الطريق يدوك ثقه للي داخل. صح. ده كان فكر الراجل وفكر الجهاز الفني. صح. فانت في الاول وفي الاخر كان في توفيق وعدم توفيق. صح. فاحنا اللي انا عايز اقوله يا كريم ان احنا اول حاجه كل الناس لازم تبني على اللي فات وللمستقبل كمان. ايوه ماشي. تبني على اللي فات. على اللي فات. يعني حتى لو كارلوس كيروش ما كملش مش لازم يتهد اللي عمله ونبني من اول. طب ما نكمل. نكمل يا كريم. بس ما لازم الناس تساعد كيروش ولازم كيروش يبقى برضه ما يمشيش عكس التيارات ويبقى الفكر ووعيه وكل حاجه وليه اختيارات وهنساعده. طيب الناس اللي هي برضو بعض الناس اعلاميا لازم يساعدوه. الجماهير ما ينفعش النهارده تنتقد، يعني الناس كلها النهارده بتتكلم على محمد صلاح ان هو ضيع المنتخب ما وصلش المنتخب. رايك ايه؟ رايي ازاي يا جماعه؟ محمد صلاح راجل لعيب مهم جدا، المفروض اصلا بعيد عن ان احنا مثلا عندنا معسكر مع المنتخب، محمد صلاح ده نبقى فخورين بيه لما بنشوفه في اوروبا واحسن لاعب في العالم وهو الاخر. لا ما بيقول لك انه هو محمد صلاح في اوروبا بيلعب كويس قوي بس مع منتخب مصر لا ما فيش حاجه اسمها كده. هو ده ساديو ماني بتاع المنتخب، هو بتاع ليفربول، هو ده ميسي في الارجنتين. هو معلش بس ده مش الرد النموذجي اللي انا كنت مستنيه. محمد صلاح مع منتخب مصر هو اهم لاعب مع منتخب مصر اخر 5-6 سنين. طبعا. اصلا بحكم الارقام يعني تصفيات كاس العالم اللي هي اللي فاتت اللي احنا وصلنا فيها كاس العالم دي من اصل 8 اهداف لمنتخب مصر هو كان مساهم في 7 تسجيل وصناعه، يعني هو ده غير طبعا هو شاط ضربه الجزاء اللي هي اصلا ضربه وصلت كاس العالم، يعني في تفاصيل يعني غير. بعد كده بقى انه ودي نقطه فنيه ممكن تاكدها لي او تنفيها، ان وجود محمد صلاح اصلا في الملعب في اي مباراه حتى لو ما لعبش كويس هو بيخوف الخصم. يعني لو السنغال ما فيش محمد صلاح بكره امبارح في التشكيله تفتكر يعني كانوا هيعملوا ايه؟ ال 90 دقيقه كانوا هيبقوا عند الجون بتاعنا. مش هقول لك انه يسجل بس 90 خلاص، ما هو مش قلقان بقى من قدام مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين، بس فكره ان محمد صلاح اصلا ده بيديك يعني تقل كبير جدا. كل المدربين يتكلموا هنمسك محمد، المنافسين هنمسك محمد صلاح ازاي؟ هنتعامل مع محمد صلاح ازاي؟
ما بيتكلم مع كامل الاحترام لكل اللعيبه اللي في منتخب، بس انت معاك نجم زي ما كنا بنتكلم مع سامو لقيته ودروجبا وخلافه يعني صح. ده نجم المنتخب صح. بتتكلم في حاجه مهمه جدا، كلمه كنت لسه هكمل بقى الاجابه فضل. ان محمد صلاح ارقامه كلها زي الفل مع منتخب مصر، راجل بيضحي مع منتخب مصر، راجل ما بيبخلش باي مجهود مع منتخب مصر. في نفس الوقت اتسالت قبل كده قلت محمد صلاح وجوده في معسكر يعني وجوده مهم جدا. لما كنا انا في اوضه اللبس انا مقتنع باي حاجه محمد صلاح هيعملها او هيقولها، وانا في الملعب انا هبقى مقتنع باي تعليمات من محمد صلاح انه يعملها. يعني واحد اصلا هو قدوه بالنسبه للعيبه كلها ونموذج. في نفس الوقت انا عندي ثقه في واحد لو قال لي انت ما بتعرفش تلعب يبقى انا فعلا ما بعرفش العب. لو انا لعيب مميز ولعيب مهم يبقى انا لعيب مهم، لان خلاص هو في مكانه ثانيه خالص. فالناس امبارح شايلت له الماتش او الكلام ده كله عشان هو بينالتي ضيعه. مين محمد صلاح ما بيضيعش بينالتي اصلا صح. ده زيزو اكتر من محمد صلاح. وزيزو اللي هو المفروض احسن لاعب بيشوط ضربات جزاء في مصر وفي المنتخب والى اخره، لا وفي القاره بالمناسبه يعني بالزبط. بدون مبالغه يعني بالزبط. زيزو افضل لاعب يشوط ضربات جزاء في القاره يعني سبحان الله. زيزو نسبه يعني النسبه بتاعته في تسديد ضربات جزاء 99.9% والواحده اللي ضيعها امبارح. انا متهيألي هم ما بيضيعش اصلا ولا في التسعه من عشره دي تقريبا هي الكره بتاعت امبارح، وزود معاه بقى في التمرين ما بيضيعش في التمرين بالظبط يعني فاهم. فاللي انا عايز اقوله خلاص هو هي قفلت وكان في عدم توفيق. ممكن يكون في اسباب تخلي مثلا في عدم توفيق بس مش هنمشي على الحته دي، خلينا عمليين بقى اكتر. ايوه خلاص ما نقدرش نمسك في اشخاص، لا عايزين نبقى عمليين شويه. النهارده العالم كله بيبص في الصحافه المصريه كيروش مكمل ولا مش مكمل، طب واتحاد الكوره مستني بيرمي للجمهور او الاعلام ان النهارده يا جماعه ايه رايكم نكمل بيه ولا ما نكملش، وهم يعني قلقانين شويه. لا انا عايز اقعد بقى النهارده واجيب المسؤولين ونتكلم ونحط بلان، نحط الراجل هنقول يا سيدي ان هو طلع لك 4-5-6 للمستقبل خلاص، زي ما من فتره كبيره جدا 10 سنين كمان كان قال لك مستقبل المنتخب مصر في محمد صلاح والنني وحجازي والناس اللي هي طالعه في الجيل ده، عمر جابر ومحمد ابراهيم. الجيل ده كان في يوم من الايام برده 5-6 مهمين هيبقوا مستقبل، هم دلوقتي بقوا من الخبره اللي موجودين. فاحنا دلوقتي طلعنا 5-6 كمان كويسين، فلازم نبني على ده ونشوف نحط بلان بقى. الدوري مشاكله ايه؟ الدوري مشاكله ايه؟ طيب الراجل بتاع المنتخب ده اللي هو المسؤول ايا كان هو مين، لازم يبقى في مساحه معسكرات تبقى موجوده، ماتشات وديه تبقى موجوده، يختار بشكل كويس تمام. النهارده الانديه لازم تساعد، الجمهور لازم يساعد، الاعلام لازم يساعد، ونبني على الكلام ده. لان انت عشان خلي بالك احنا منتخب كويس وكل حاجه، لكن ما فيش خطه تخليك ان انت بعد فتره كاس امم افريقيه يبقى انت بتنافس عليه تخش بقى تاخد كاس امم افريقيه. اي مناسبه لكاس العالم يبقى انا لازم ابقى اكون متواجد في كاس العالم. عارف يا كابتن امير النهارده اتكلمت في فكره ايه؟ ان احنا 2006 2008 2010 كل شويه نضرب بالجيل ده المثل. بس قبل الجيل ده وبعد الجيل ده ما كانش عندنا جيل بالثبات وبالموهبه والتجميع دي العظيمه لوقتها. بالظبط. امتى بقى يبقى عندنا؟ على فكره انت ممكن يبقى عندك جيل عظيم جدا وما تكسبش بطوله، يعني مش شرط برضو انه لازم تكسب، يعني ادام بقى عندك جيل عظيم تكسب، بس هديك بتحاول بدل ما تدوس بنزين على اخر كل مباراه، لا وانت داخل الماتش افريقيا انت زيك زي السنغال، انت راس براس هتلاعبهم كوره وهتهاجمهم وهتدافع وبتاع. لكن نبني بقى على الجيل اللي موجود دلوقتي اللي فيه عناصر كويسه، نبني عليه ونشتغل يبقى عندنا جيل محترم. صح يا كريم، انت فاكر من احسن فترات المنتخب جيل الكابتن حسن شحاته اللي موجودين صح؟ طبعا. كام بطوله؟ يعني تتكلم 3 بطولات خدناهم طبعا، بين البطوله وبطوله سنتين واربع سنين من 2006 ل 2010 تمام. قد ايه الكابتن حسن شحاته ما اتغيرش حد من الجهاز، اللعيبه موجوده وبيغير وبيجيب ويودي ويجيب من 2005 ل 2010 معسكرات، بتسافر بره معسكرات تعمل ماتشات وديه، هنا موجود بيتفرج بشكل كويس. احنا ايه احسن بطوله لعبناها في الثلاثه دول لو تفتكر 2006 2008 2010 احسن بطوله لعبنا فيها كوره؟ كانت 2008 8 احسن بطوله لعبنا فيها كوره. لعبنا فيها كوره بس عارف كان الكابتن حسن شحاته بقى له قد ايه مع المنتخب؟ 3 سنين. تفتكر بقى لو كنا خسرنا 2006 كان الكابتن حسن شحاته كمل؟ لا ما كانش هيكمل. مش هيبقى فيه الاداء اللي حصل في 2008 فكره الاستمراريه. وخلي بالك انت بتتكلم برضه في جيل ما كانش فيه عندنا كميه الناس المحترفه بره. انت كان ساعتها بالنسبه لنا كان حاجه كبيره جدا طبعا. ميدو في توتنهام بالظبط، بروسيا دورتموند، زيدان صح، حسام غالي في توتنهام يعني، وحتى حسام ما كانش بيشارك مع المنتخب كتير صح. يعني بتتكلم وكابتن احمد حسن في تركيا بس الباقي كله
اهلي زمالك، حرس حدود احمد عيد، هتلاقي لعيبه واحد عمر جمال الاسماعيلي عمر تذكر يعني يعني فاهم. لكن هو الكابتن كان عنده مساحه كبيره جدا، كابتن حسن شحاته عنده معسكرات، عنده مساحه كويسه، الدوري كان منتظم، في خطه كانت موجوده، قعد الفتره دي كلها عشان نوصل للجيل اللي احنا في مدى التاريخ هنتكلم عن جيل كابتن حسن شحاته والجيل اللي كان موجود والبطولات اللي احنا خدناها. لا احنا عندنا برضو لعيبه كويسه جدا، وعندنا لعيبه تقدر تعمل ده، لازم يكون في استقرار. صحيح. انا مش عايز اللعيبه دي تبقى بتلعب يا كريم تبقى قلقانه، حتى لو هو بيلعب فين، عليه ضغوطات كبيره جدا انت طبعا. وده اللي فرق معانا في كاس الامم الافريقيه، كان في نقد غير طبيعي، كل اللعيبه اللي كان بيلعب في احسن نادي في العالم زي اللي بيلعب في يعني في نادي محلي في مصر، كان كل الضغوطات واحده. صح. عشان كده بدانا وحش نيجيريا. طبعا في اسباب كانت موجوده، تغيير بالظبط، برافو عليك، التكتيك الخطه لازم تلعب في غير اماكنها، فكله اتظلم، فلقينا كان في تخبطات، فلازم نبني. انا هروح لفاصل، بعد من الفاصل هسالك على لو انت هتحط معايير واضحه، يعني انت مثلا دلوقتي قاعد في اتحاد الكوره ويقول لك ايه المعايير يا كابتن امير اللي انت عايزها عشان نختار بيها المدير الفني القادم لاتحاد الكوره، اسمع اجابتك، ولكن نروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. طيب سالتك قبل الفاصل ايه المعايير اللي ممكن نحطها واحنا جايين نختار مدير فني المنتخب المصري، سواء هنجيب مدير فني جديد او هنبقي على كروش، يعني المعايير اللي هتبقي على كروش والمعايير اللي ممكن نجيب بيها مدير فني جديد. عندنا بتكلم في المشكله مش في مين المدير الفني يا كريم، احنا زي ما قلت احنا لازم الدنيا كلها يبقى فيه نظام كويس جدا، سواء اللي موجود او اللي هيجي يختار كويس جدا. وفي خلي بالك في الاول وفي الاخر هو في عمود اساسي في المنتخب مش عارف يغير فيه، لعيبه مهمه جدا موجوده. طيب انا هسالك السؤال بشكل اوضح، لو انت جاي مدير فني جديد دلوقتي تمضي معايا على بطوله، يعني تقول له مثلا انت لو كسبت كاس الامم الافريقيه كمل معايا، لو مش ما كسبتش كاس الامم الافريقيه تمشي، ولا تمضي معاه بالسنه بالسنتين بالثلاثه؟ ما هو انت عايز ايه يا كريم؟ انا عايز اعمل ايه؟ انا جايبه عشان وصلنا كاس العالم، هتتحط عليه ضغط لو ما كاس العالم هتلاقيه متلخبط وهتلاقيه مش عارف يحط. لا وارد ما هو انا دايما بقول احنا مش بنلعب يا جماعه يعني تيشيرتات، احنا بنلعب لعيبه حقيقيه، يعني بالزبط. الفرقه اللي قدامك ديت بيبقى عندهم نفس الطموح و50 50، فانت ممكن تصعد ممكن لا، هي الفكره انت هتلعب وحش ولا مش هتلعب وحش، انت بتادي كويس ولا بتاديش كويس، هي دي الفكره. طب انت دلوقتي كانت مشكله الناس برضو ان انت كيروش في العقد بتاعه لو ما راحش كاس الامم الافريقيه مش عارف هيحصل ايه، طب لو ما راحش كاس العالم خلي الراجل اول حاجه يطلع في المؤتمر الصحفي انا النهارده يا جماعه متموت انت عشان ان انا ماضي عقد مع كاس العالم، ان انا ما اروحش كاس العالم. صح. تمام. طب النهارده في رغي كتير ليه في ان هيكمل او مش هيكمل، هي المشكله مش مين اللي طب خلوا الراجل مكمل، ادوا له بقى مساحه، الدوري يبقى مظبوط منتظم، خطه دلوقتي انت ما عندكش حاجه، انت تبني بقى على اللي جاي. اللي جاي ايه؟ كاس امم افريقيا. صح. لازم نستعد لكاس امم افريقيا كويسه، ماتشات وديه كتير، معسكرات مش واحد يوم او يومين، لازم تدي مساحه شويه. انا معاك ان لعيبه اوروبا بيجوا قبلها 48 ساعه 3 ايام، لا لو عندي مساحه ان انا عندي وقت اكبر واجرب اللعيبه واشوف ناس اكتر واضم ناس جديده لازم اعمل ده. صحيح. لازم اتحاد الكوره يساعد ده، يقف كده الناس مسؤوله موجوده تكون ايه يا جماعه هنعمل ايه اللي جاي؟ انا هدفي كاس الامم الافريقيه ولا هدفي ابني جيل عشان اي بطوله بعد كده ابقى داخل يعني هبقى اسمي موجود، مرشح ان انا اخد البطوله، مرشح ان انا اروح كاس العالم وهكذا. لازم في سيستم موجود، لازم ندي مساحه كويسه، لازم مفيش انتماءات مثلا. صح. لازم يبقى اعلاميا في ظهر الجهاز الفني اللي موجود، لازم نتكلم كويس على الناس، ما ينفعش النهارده يبقى يكون منتخب مصر بيلعب وتلاقي ناس بتتكلم في انتماءات لنادي معين او لعيب معين، يعني تلاقي ناس النهارده بتتكلم في حد بيشجع نادي معين هيبقى مايل للحته دي شويه، ان عايز لعيب معين من ناحيه النادي اللي هو بينتمي ليه يلعب، وهكذا نفس القصه الناحيه الثانيه. طب الجول دوت هل هيلعب ولا الثانيه؟ يعني احنا بعد كاس الامم الافريقيه يا كريم الاثنين متالقين، وده حاجه كويسه لمنتخب مصر. الشناوي وابو جبل. الشناوي وابو جبل النهارده كان الناس قلقانه لو ابو جبل الشناوي حصل حاجه، طلع لنا ابو جبل، ابو جبل حارس كبير ادى بشكل كويس، فبقت القصه من تاني يوم يعني بتتفرج على الناس اللي هم انتماءات معينه يقول لك خناقه. لا انا عايز ابو جبل اللي يلعب، بس انا شايف من وجهه نظري يا جماعه لا، منتخب مصر اولا منتخب مصر، ثانيا في بين الفتره والفتره وقت، الوقت ده هيحصل فيه دروبات حاله اللاعب، حاله اللاعب وفي حاجات كتيره جدا لازم. صح. يا جماعه ما نستعجلش، احنا مع المنتخب خلاص بقى كله يساند. مزبوط. حتى لو في اخفاقات الانسان التاني
مش اخفاقات نروح دايسين ونبوظ الدنيا وننتقد واو الاخر والدنيا تبوظ. صحيح. يعني بقى في كلام كتير وهري كتير، لكن انا شايف الاساس اتحاد الكوره صح. اتحاد الكوره يجي يشوف مين اللي هيكون موجود، سواء راجل مكمل او يجيب ناس تانية. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه الخطه اللي هتيجي بعد كده؟ ايه الخطه اللي هتتبني على اللي جاي؟ انا دلوقتي مش تقول لي انا عندي 10 اسماء هختار بينهم وخلاص، لا قول لي الاسماء دي انت حاططها ليه اصلا. بالظبط. خلاص المعيار. ولازم في بلان اي وبلان بي. النهارده لو عملتش كذا هيبقى في كذا، اللاعب الفلاني فيه كذا هيبقى في كذا، تمام. فانا شايف ان لازم اتحاد الكوره يقعد ويتكلم ويدي ثقه للناس اللي موجوده. صحيح. والجدول الدوري يبقى مظبوط. خلي بالك انت برضو جدول، انت عندك لعيبه النادي الاهلي والزمالك والناس اللي بيراميدز دلوقتي والمصري بيلعبوا افريقيا ويجي من افريقيا على كاس العالم انديه ويروحوا رايحين على مش عارف، في جهات برضو. لازم في خطه معموله، لازم الدوري يستمر، لازم مفيش توقفات، لازم لو عندي معسكر منتخب ادي مساحه للراجل اللي موجود ده يختار ازاي ويلعب ماتشات وديه ازاي، يبقى يجمع اللعيبه مع بعض، يعني اللعيبه تشوف بعض كتير. صحيح. في المنتخب. صحيح. فكل ده هيساعد مع الاعلام، هيساعد مع الناس ما تستعجلش في انتقادات اي لاعب، ما تستعجلش في ان هي يبقى انتقاد هدام، لا نشوف نبص لقدام. زي ما قلت لك جبت لك مثال المغرب، الراجل الناس كلها كانت بتقطع فيه وبتخبط، ومش كل الناس، ناس معينه كانت بتخبط فيه ان هو عشان زياش. فالقصه كلها انك انت النهارده صمم على رايه ووصل كاس العالم. كاس العالم. صح. وغير 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 مدرب السنغال اللي بيتكلم دلوقتي ان هو وصل كاس العالم وخد بطوله افريقيا بقاله 6 سنين. صح. الكابتن حسن شحاته لما خد جيل كويس جدا كان بقاله 6 7 سنين. صح. لازم نعمل ده، لازم نقعد وقت كبير جدا وندي مساحه وندي فرص ونقف جنب الناس. خلاص انت ما فيش حاجه تبكي عليها دلوقتي. صحيح. صح. صح. فنبص بقى للقدام. كابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد، انا بشكرك شكرا جزيلا كالعاده. يعني حبيبي يا كريم، ويعني انا سعيد ان انا معاك وان شاء الله نتقابل على خير. اشكرك باذن الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، زي ما قلت لكم انا مكمل الحلقه دي النهارده على فكره المعايير اللي المفروض نختار بيها مدير فني، ما يبقاش بالاسم والسلام، يعني ما نقولش ايه ده فلان ده كويس ده فلان ده وحش، لا نجيب مصري نجيب اجنبي. عارفين احنا كل مره بنلف الدايره دي زي ما قلت لكم في الاول، بس ما بنقولش احنا جايبينه ليه؟ طب ايه معاييرنا؟ طب هو بيلعب هجومي ولا دفاعي؟ طب هو بيطلع شباب ولا لا؟ طب هو عنده خبرات في القاره الافريقيه ولا مش عايزين خبرات في القاره الافريقيه ولا؟ يعني ايه المعايير اللي انت هتحطها واحنا نمشي وراك فيها كاتحاد كوره؟ فاتحاد الكوره اعتقد المره دي هيحط المعايير، حتى لو ابقى على كيروش فيقول لنا المعايير اللي ابقى بيها على كارلوس كيروش. هيتناقش معايا في هذه الفقره عن هذا الامر اصدقاء اعزاء كالعاده احمد نجيب ومحمد جمال. يا احمد مشرف ومنور. مساء الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. جمال مشرف ومنور حبيبي. انت من ساعه ما دخلت عليا حزين ومتنكد زيك زينا، بس انا يمكن فكيت شويه عشان بطبعي اللي هو ايه، خلاص حصل اللي حصل، طب اللي جاي ايه؟ بدل ما افضل ايه اعيش على اللي حصل. انا ما اتكلمتش من امبارح، انا مره اتكلم دلوقتي والله حقيقي. طيب. محبط جدا طبعا. بس خلاص يعني احنا لازم نبص لقدام. طيب حتى استمر اتفضل. اللي قدام ده بقى نتعامل معاه ازاي؟ يعني نتعامل معاه ازاي لمره بشكل صحيح؟ ايه هي المره اللي نتعامل بيها بشكل صحيح؟ وبالشكل الصحيح ده معناه ايه؟ ما نهدش اللي وصلنا له. ايوه. لازم يعني ما ينفعش كل مره ارجع ابدا من الصفر، مشوار بعيد وطويل وكل حاجه. اي جهاز فني، بص اي جهاز فني يبقى يتم اختياره بمعايير. لو كيروش هيقعد يبقى هو علشان هو متوافق مع المعايير اللي مجلس اداره اتحاد الكوره حطها في اختيار مدير فني المنتخب. صح. قرروا انه مش هيكون موجود، يبقى في معايير يتم اختيار الكوتش الجديد على اساسها. لو هتسالني عن رايي الشخصي انا هقول لك ان اقدر واحد انه يستمر ويكمل اللي بناه او اللي بداه هو كارلوس كيروش نفسه. النهارده هو اقدر واحد على انه يعرف مواطن الخلل فين، نقاط الضعف موجوده فين. بنى منتخب عنده شخصيه، منتخب بقى عنده اليه للانتصار، بقى عنده طريقه يقدر يكسب، عارف في باترن، في نمط، في شكل واضح للفريق، عندنا هويه حتى لو كانت الهويه دي مش على هوانا. ما بتعجبش الناس، ما بنقدمش كوره حلوه، وبس كلمه كوره حلوه دي يا جماعه كلمه مطاطه جدا. يا ريت اي حد بيقول لي عايزين نلعب كوره حلوه اقول له تعالى نقعد نتفق ايه هي معايير الكوره الحلوه. هل معايير الكوره الحلوه دي موجوده عندنا في الامكانيات المتاحه، موجوده في ظل ظروف المسابقات وعدد الانديه وضغط الجدول بطريقه مستمره والبطولات الانديه بتلعب فيها بره الى اخره، والمواهب والاعمار السنيه الى اخره. لو ده مش لو دي مش قابله للتطبيق ومش موجوده ما نقدرش نتكيف مع الكره الحلوه. والهويه، كلمه هويه دي الصراحه كلمه برضو يعني بعيده جدا. يعني ايه هي هويه منتخب مصر؟ ايه هي هويه اي منتخب اصلا؟ هل منتخب اسبانيا ليه علاقه
بريميدو بالكره اللي بيقدمها ريال مدريد وبرشلونه، هل منتخب انجلترا له علاقه بقدم بالكره بيقدمها مانشستر سيتي وليفربول؟ احيانا المنتخبات ظروفها ابعد ما تكون عن الانديه، فيجب ان احنا نبقى موضوعيين ومنطقيين، يجب ان احنا ما تغرناش الانتصارات اللي حققها الاهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم في البطولات القاريه او في البطولات العالميه لما الاهلي بيوصل او غيره، علشان نحاول ان احنا نريبليكيت الموديل ده او نطبقه بحذافيره على المنتخب، لان الوضع مختلف تماما. طيب انا كنت بقول النهارده يا جمال في اول حلقه ان احنا مرتبطين قوي بالجيل اللي هو من 2006 ل 2010 اللي هم اربع سنين بالمناسبه، اربع سنين لو بنتذكر، وانت اكيد بتتفرج على كوره من زمان، لو تتذكر قبل 2006 و2008 و2010 كان عندنا مراحل كتيره قوي من الاهتزاز، جاب كبير صح من 98، بعد 2010 بقى عندنا مرحله كبيره من الاهتزاز. انا عمال اقول دايما طيب احنا ازاي نقدر، مش هقول لك نستنسخ الجيل بتاع 2006 ل 2010، بس يبقى عندنا جيل متقارب زي بالظبط، وانا قلت المثل ده، جيل 98 بتاع فرنسا اكيد احسن من الجيل بتاع 2018 بتاع فرنسا أكيد. بس جيلين متقاربين في المستوى مع اختلاف الكوره وقتها لحد ما وصلنا ل 2018، بس اكيد مش هيبقى استنساخ ل 2000 ل 98، يعني زيدان في 98 مش هيبقى فيه زيه في 2018، باقي اللاعبين روبرت بريس ما فيش زيهم في 2018، ممكن يبقى فيه احسن او اقل. ازاي يبقى عندنا اجيال طول الوقت متشابكه في القوه كده، مش لازم يبقى هم هم؟ طيب لما اجي ودايما بعد اي خساره او اي هزيمه لازم اقعد واشوف ايه السبب في الخساره او في الهزيمه. دايما احنا عندنا طفرات، يعني الجيل اللي بنتكلم عليه بتاع 2006 2010 هو كان طفره على صعيد الكواليتي، على صعيد جوده اللاعبين. قدر كابتن حسن شحاته ان هو يعمل بيه جيل قادر على انه يفوز بثلاث بطولات افريقيه متتاليه. عمر حتى في عز انتصاراتنا ما كان عندنا مشروع. عشان يبقى عندك مشروع في اليات، انا اسف لبعضك اتفضل، بس الدليل بتاع كلامك ده انا كنت لسه بقوله من شويه، انه لو لا قدر الله كان الكابتن حسن شحاته وقتها خسر بطوله 2006 صحيح، ما كناش عملنا افضل اداء في تاريخ منتخب مصر في 2008، كان هيتم اقالته، ما كانش هيبقى موجود طبعا، وكان طبعا الجيل ده اتهد وكان كل حاجه، وبركلات الترجيح برضو، وبركلات الترجيح في 2006. فبالمناسبه يعني اتفضل، لا متفق معاك طبعا. فهو لما 2008 كان بقاله 3 سنين مع منتخب مصر فعمل اداء رائع جدا لما بقى قعد 3 سنين. الازمه بقى اللي حصلت من امبارح في الشارع ايه هي؟ انه احنا بنختزل القصه كلها في المدير الفني، ايا كان يقعد او يمشي، كارلوس كروش يكمل او ما يكملش، مش هذه القضيه. القضيه ان انا نفسي يبقى عندي مشروع. في دول كتير عملت مشروع، بلجيكا على سبيل المثال، ومش هروح للدول دي ولا الانماط دي لانها بتعمل لونج تيرم بلان او خطط طويله الامد 10 سنين و12 سنه. انا عايز خطه لمده 4 سنين. خطه لمده 4 سنين ابني على اللي انا وقفت عنه، حتى لو كارلوس كروش هيقعد يبقى اقعد مع كارلوس كروش اقول له انا عايز ايه، ايه التارجت اللي انا عامله، ايه البلان اللي في دماغي، لازم يبقى عندي بيزكس اشتغل عليها، عدد فرق الدوري، انتظام المسابقه، الراجل يبقى عنده اجنده واضحه للاجنده المحليه والاجنده الافريقيه للفرق والاجنده الدوليه بتاعته اللي يقدر يسكن فيها ماتشات عشان يقدر يشتغل. احط في راسي وانا بفكر ان الجيل الحالي اللي موجود دلوقتي ده، وانا بعمل بلان 4 سنين ل 2026، في لعيبه كتير هتكون تجاوزت ال 34 وال 35 وال 36 سنه، ازاي استغل منتخبات الشباب والناشئين واوسع دايره الاختيار؟ عندي عناصر مميزه جدا في 2001 و 99 و 97، لازم اقعد مع الراجل واقول له ده. والجمله الشهيره زياده المحترفين المصريين في اوروبا، خلاص كل انجازاتنا من غير هفضل لحد امتى اقول كده؟ ما برضو دي نقطه اللي حضرتك بتقوله ده، عشان 2006 2008 2010 كان استثناء صحيح، بس هفضل اقول طول عمري انا مش محتاج محترفين، انا كده كده اصلا لو عندي دوري محلي قوي هكسب البطولات مع كامل الاحترام بامانه شديده طبعا. الاهلي والزمالك واللعيبه اللي بيطلعوا منهم طول ما هم بينافسوا في مستوى قوه في الدوري المحلي هنا عمره ما هيلعب، يعني دايما اقول إيه؟ حتى لما يكسب المكسب يبقى بالمناسبه طفل. مش شرط يكون الونش اسوأ من كوليبالي، بس كوليبالي يعني في الموهبه ممكن يبقى الونش احسن منه في الموهبه، بس كوليبالي ده الاحتكاكات بتاعته عامله ازاي؟ ما انا عايز احتكاكات مخزون القرارات اللي تكون نتيجه المشاركات والاحتكاكات طبعا. بص نجيب لسه شوف والله ببساطه دايما يقول لك ايه، اصل احنا المشكله عندنا في المواهب، لا عندنا مواهب، عندنا لعيبه كويسه، بس اديني احتياجات وما تقدرش كل شويه كل شويه بسمع الجمله دي اللي هو ايه، احنا كل انجازاتنا بالدوري المحلي لحد امتى؟ التطوير بقى، احنا عايزين اللعيبه دي لازم اللعيبه دي تطلع بره علشان خاطر استفيد من المخزون بالظبط كده. وانا لو قدرت ان انا اعمل ده، يعني خليني ابتدي بانه يبقى عندي 20 لعيب 30 لعيب صح يطلعوا، عشان كده بقول التركيز على الجيلين بتوع منتخبين ال 2001 وال 2003، فيهم بعض العناصر اللي اقدر اشتغل عليها، اعمل مشروع، احط لائحه. طيب ادي بونص للانديه. نجيب كان عايز يقول حاجه. اتفضل يا نجيب. الاحتكاك بقى، مناسبه الاحتكاك، اهلي والزمالك وكل اللاعبين الموجودين في القوائم الانديه المحليه بيحتكوا مع مين لما بيكسبوا دوري ابطال افريقيا؟ بيحتكوا مع انديه
مفيش منها اتنين لعيبه في منتخب بلادها. صح. يعني سان داونز في كام لاعب في منتخب جنوب افريقيا؟ مش عارف مين السنغالي في كام لاعب في منتخب السنغال؟ مين اصلا فريق في السنغال قوي في دوري ابطال افريقيا؟ مفيش اصلا. مفيش. بالمناسبه السنغال تنجوس وجنراسيون الاكاديميات اكاديميات لغايه 21 22 سنه بيبعتوا اللعيبه في اوروبا. صح. فاللعيبه بتروح تحتك برضه فتيجي نفس فتيجي الكلام فتيجي, فتيجي, فتيجي بالشخصيات القويه اللي احنا بنشوفها في ارض الملعب في مواجهتنا. افني عمري في المسابقه المحليه وفي المسابقه القاريه هو ده اللي هيفرز منتخب وطني. هنا بقى وصلنا الكونفليكت التعارض بين مصلحه النادي ومصلحه المنتخب. هي الانديه موجوده ليه وهو المنتخب موجود ليه؟ لازم نحل الكونفليكت ده الاول. ده واحد من الحاجات اللي لازم تحل. ده سؤال لازم يتلقى الاجابه. يعني النهارده للاسف انا بصطدم بمشجعين بيشجعوا النادي بس ومشجعين بيشجعوا المنتخب بس. واللي بيشجع النادي بالضروره ليه ما بيشجعش المنتخب ولا مهتم بيه؟ واللي بيشجع المنتخب عنده مشاكل مع النادي. احنا من امتى من امتى الانقسام ده موجود؟ صح. ليه؟ صح. ليه؟ ما الاثنين بيخدموا اهداف واحده. الاثنين اساسا غرضهم ان احنا نبقى عندنا كره قدم مشرفه. مش هقول بقى جيده ومش جيده، مشرفه في النهايه. ان انا ابقى اقدم كره مشرفه يعني ايه؟ ان انا ابقى ايمج كويسه للبلد، لان انا في النهايه كنادي عشان اكسب الدوري ما تتمثل البلد في القاره قاريا وعالميا. صح. هو بيتقال ايه؟ بيتقال الاهلي المصري، الزمالك المصري طبعا. ما بيتقالش الاهلي الاهلاوي ولا الزمالك الزملكاوي. صح. احنا لازم نجاوب على الكونفليكت ده، مين بيخدم مصالح مين؟ لو وصلنا لاجابه السؤال ده اظن ان احنا ممكن نعمل مشروع زي اللي جمال كان بيطالب ان يبقى له اطار واضح. ما عدا ذلك يعني الامور هتبقى صعبه جدا وهيفضل في تعارض مصالح طول الوقت. طيب انا همشي معاكم واحده واحده. لو انتوا اللي هتكتبوا بقى المعايير، يعني تيجي تقول مثلا ايه، انا هختار النهارده، قاعدين على ترابيزه اتحاد الكوره دلوقتي ونقول يلا طب حطوا لنا يا جماعه خمس ست معايير او اكتر عشان نختار على اساسها المدير الفني. ايه هي المعايير دي؟ يعني ايه كلمه عشان الناس ما تنساش برضو عاملين نقول معايير ومش مترجمها يعني. اسس. اتفاق، اجنده واضحه، نقط وخريطه عمل، حاجه اعرف اقيس عليها، مربوطه أيوة. مربوطه، حاجه اعرف اقيس عليها، مربوطه بالزمن. مربوطه بالزمن. يعني خطه زمنيه مربوطه فيها اهداف واضحه طبعا. ايه هي بقى الاهداف الواضحه؟ تكوين جيل. لو انا عندي مشروع واضح واطلع عليه بمنتهى الشفافيه للناس مفيش اي ازمه ابدا. هو منتخب السنغال اللي بدا تكوينه في 2012، المنتخب المرعب اللي بنتكلم عليه دلوقتي ده، اللي بدا تكوينه كان فين على الساحه الافريقيه؟ من فتره 2008 لحد ما بدا الجيل الحالي بتاعهم اللي هو بدا ينور قوي في 2015. قعدوا 6 7 سنين مش موجودين. صح. مش موجودين، اختفوا. صح. تماما. صح. ليه؟ لان هم بداوا يعملوا مشروع. صح. بداوا يبقى. فلازم ان انا اطلع بمنتهى الشفافيه والجراءه واطلع اقول والله انا عندي مشروع هعمله 1 2 3 خفض اعمار اللاعبين مع تكوين جيل جديد يقدر يوصلني 2026. زي ما قلت لو انا اتكلمت في خطه طويله الامد اكتر من كده هيبقى صعب جدا تنفيذها على ارض الواقع. فخلينا نتكلم على الاربع سنين الجايين. حلوين قوي. الاربع سنين الجايين عايز اعمل خطه لكاس العالم 2026. احط فيها بقى اعمار اللاعبين، خفض معدلات الاعمار بتاعه اللعيبه دي عشان اقدر اوصل بجيل متجانس ما بين كل الفئات السنيه اللي هي موجوده دلوقتي في المنتخب، او اللي انا اعمل لها ريبليسمنت او تغيير او صح. استبدال. صح. دي نقطه مهمه جدا. انتظام المسابقه المحليه دي واحده لازم اي مدير فني بيحترم عمله وبيحترم الشغل اللي عايز يعمله. طالما بنتكلم في مشروع مش بنتكلم كارلوس كروش بالمناسبه بقاله 6 7 شهور، الناس فاكره بقاله 5 سنين يعني. الراجل بقاله 6 7 شهور يعني مش مصدق. فالراجل بقى لو انا عايز يقعد وعايز استفيد منه يبقى الراجل ده لازم هو نفسه يقول والله انا عايز اجنده واضحه، في عدد فرق واضحه، جداول زمنيه واضحه، الفويدز او المساحات اللي هتسيبوني اشتغل فيها والاوقات اللي هتسمحوا لي ان انا اضم فيها اللاعبين والعب فيها مباريات دوليه عشان ما نرجعش تاني لقصه التصنيف واحنا ليه حطينا تصنيف اول وتصنيف تاني قبل الايفنتات الكبيره. دي نقط واضحه جدا ومهمه جدا لازم يحصل عليها اتفاق بين الاثنين. عندي مثالين عمليين رائعين في اوروبا. انا فاهم ان احنا كل شويه بس نتعامل معاهم مع الفارق. ديشام نمصر التجربه عادي يعني. ديشام لما تعادت مع فرنسا في 2012 لعب كاس العالم 2014 وخرج من دور الثمانيه، لعب اليورو 2016 وخرج في النهائي على ملعبه من البرتغال. فضل يعني بنتكلم من 12 لحد 2018 ما خد كاس العالم، كان فيه اخفاقات بالجمله، وخد كاس العالم في 2018 بعد 6 سنين من التجربه. مانشيني انه مستلم منتخب سيء جدا لايطاليا قدر يكسب بيهم اليورو وخرج من تصفيات كاس العالم قدام مقدونيا. ايطاليا خسرت من مقدونيا والنهارده بيجددوا الثقه في امبارح كانوا بيجددوا الثقه في مانشيني. فكره انك تتقبل فكره انك تخسر وتكمل المشروع ازاي توصل لنا كجمهور وكاتحاد وككل الناس في كره القدم؟ المدرب هو الملك. للاسف احنا بنطبق نظريه عاش الملك مات الملك. يعني المدرب ده بيكسب يبقى هيقعد. عظيم. خسر ماتش هنخلص عليه ونشوف غيره يبدا من الاول وهكذا. صح. المدرب هو اخر حلقه في المنظومه. الراجل ده استلم منتخب المنحنى العمري بتاعه شكله ايه، الكيرف بتاع الاعمار. هو احنا
لما الجيل بتاع كابتن حسن شحاته لما خلصنا 2010 مين استلم بعدي؟ كابتن شوقي كان برادلي برادلي على ما اظن كده برادلي وكابتن شوقي بعديهم تمام كده خرجنا من تصفيات 2012 وبعد كده الجيل ده كله بطل مين كمل في الجيل ده مع بوب برادلي اصلا؟ مفيش ابو تريكه وائل جمعه في اخر ايامهم صح فهو بعد التجربه كلهم اعتزلوا في اخر ايام الجيل انت عارف كلهم اعتزلوا بقى ليه؟ لان كلهم كانوا في معدلات عمريه واحده او منحنى عمري واحد وهي دي المشكله انت ما ينفعش يبقى عندك منتخب كله من جيل واحد فجاه هيبطلوا كلهم مع بعض وترجع تبدا من الصفر يجب ان انت المنحنى العمري يبقى متوزع كويس الاعمار السنيه تراعي ان يكون عندك 4-5-6 لعيبه مواليد سن معين او مثلا واحد في الرينج ال 21-22 سنه 4-5-6 لعيبه في الميدل ايج زي ما بيسموهم اللي هو ال 25-26 سنه وثلاث اربع لعيبه فوق ال 30 اسبانيا في اليورو اللي فات في فاينل يورو كان جابي بيلعب عنده 17 سنه بالمناسبه وبدري طبعا عندنا منتخبين عندنا انا اسف انا اجيب على المقاطعه عندنا منتخبين واجب علينا استغلالهم احمد فتحي لعب كام سنه بلاش جابي وبلاش ناس تقعد تقول لك بتتكلم على اسبانيا احمد فتحي بادئ منتخب مصر الاول مع الكابتن محمود الجوري وعنده 17 لسه كنا بنتكلم في النقطه دي انا وانا ونجيب 17-18 سنه ده مش احمد ده امثله كتير وميدو وحسني وفي ناس يمكن بطلوا بدري احمد سمير فرج وغيره وشيكابالا ولعبه كتير لعبه كتير الجيل ده لعبه كتير لعبه منتخب بدري انا ايه الازمه ان انا ابتدي ادخل بعض العناصر عندي متسع من الوقت التصفيات قريبه وعندي كاس امم افريقيا لكن بلاش ابص تحت رجليا واتكلم على بطوله امم افريقيا اللي جايه وان ده يبقى هو التارجت المعلن خالص خالص انا عايز اوصل في الاخر ان انا اقدر اوصل كاس عالم 2026 بجيل قوي واقف على رجليه وتاني اربع سنين في عمر بناء المنتخبات هي فتره زمنيه قصيره جدا شوف بتكلم اربع سنين فتره زمنيه قصيره جدا عشان اعمل مشروع وجيل يقدر يقف على رجليه فتاني لعيب ال 2003 ناس تقول لك 2003 لسه صغير لعيب ال 2003 بقى عنده 23 سنه في مونديال 26 فمنتخب ال 2001 ومنتخب ال 2003 مع بقى جيل ال 97 في عناصر ممتازه جدا في اوريدي عناصر في المنتخب اللي هو لعب اولمبياد اللي فاتت اكرم واحمد فتوح وغنام واسامه جلال ومصطفى محمد ورمضان صبحي كل ده 97 وجيل ال 99 في عندنا امثله منه زي محمد عبد المنعم محمد صبحي بالمناسبه من مواليد 99 طبعا. فعندنا في 2001 في كتير في ابراهيم عادل لعيب زي ابراهيم عادل محمد مغربي مواليد 2001 2003 في عناصر مين دخل اللعيبه دول المنتخب قبل كارلوس كروش مفيش حدش طيب قبل ما اختم انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا ايه رايك فيما يحدث مع محمد صلاح بعد المباراه محمد صلاح افضل لاعب في العالم لكن عمره لوحده يخلي منتخب مصر افضل منتخب في العالم محمد صلاح في النهاية هو فرد في منظومة منتخب مصر يضيف للمنظومة ويحسنها ويشدها لقدام ولكن بالدعم المعنوي وبالدعم الفني عن طريق ان احنا نقدر نقدم لاعبين للمنتخب قريبين من مستواه حقيقة ما ينفعش ان احنا نبني كل حاجة حوالين محمد صلاح ولما نخفق لان احنا انا ما بعتبرش اللي حصل فشل بمعناه الصريح يعني انك وصلت الخط النهاية وخسرت بركلات ترجيح صح فلما يحصل اخفاق ان انا احمل فرد واحد المسؤوليه مسؤوليه تضامنيه لا يجوز وغير مقبول اطلاقا اللي بيحصل مع موهبه بالحجم ده ومع لاعب بالقدرات دي صحيح يجب ان احنا نتعامل معاه بالطريقه المثاليه صلاح قيمه كبيره ولازم ان احنا نحافظ عليه التلويح بالاعتزال الدولي اللي حصل امبارح بعد الكلام هو كلام غير مقصود بالمناسبه برافو عليك وفي الانفعال وفي غيره وهو لما يقعد مع نفسه بالتاكيد مش هيوصل للمرحله دي حزن اكتر منه غضب محبط يعني هو محبط وزعلان زي احنا محبطين يعني لما تشوف رسائل الدعم اللي جاله من ليفربول من فان دايك وجيمس بيرس اهم صحفي في مدينه ليفربول ازاي ممكن ومفيش دعم خرج من جوه مصر لا طبعا دي الأزمة. بس اقول لك حاجه عشان التعميم برضه يعني في ناس كتيره انا شايفها انت بتتكلم على السوشيال ميديا صحيح. لا ناس كتيره تعرف كويس والاغلبيه العظمى بالمناسبه تعرف اهميه محمد صلاح وقيمته في مجموعه كترت شويه مع الغضب وقعدت تنتقد محمد صلاح ولكن مفيش انت لو مشيت في الشارع دلوقتي قلت الناس كلها ماشيه لحد دلوقتي بتيشيرت محمد صلاح باسم محمد صلاح على ظهرهم الناس كلها الشباب كلها والاطفال دلوقتي كلهم حاطين صور محمد صلاح زينا ما احنا كنا صغيرين بنحط اسماء نجوم عظيم فكده كده محمد صلاح خلاص اتحفر يعني ففكره انه حد بقى يحاول يلعب في قصه محمد صلاح دي مش موجوده الحاجه الوحيده اللي صلاح يعملها يعني يقدم يظهر شخصيه اقوى من كده قصاد الضغوط والانتقادات طبيعي انك في بلدك يعني بقدر الامان المعقود عليك بقدر ما هيجي لا ويفضل كل شويه يحط النموذج بتاع ميسي قدام بس كده نجيب انا بشكرك شكرا جزيلا جمال بشكرك شكرا انك شرفتني ونورتني دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير